السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من المونديال على قناة الأهلي. آخر مباراة في دور الثمانية، مباراة روسيا وكرواتيا. المباراة انتهت بالوقت الإضافي 1-1 لكل فريق، وبالتالي هنروح إلى الوقت الإضافي على شوطين. الوقت الأصلي انتهى بتعادل الفريقين 1-1، وهنروح للوقت الإضافي. هنشوف روسيا هتنجح في المخطط اللي بتعرف تعمله في كل مباراة، وهي الاستحواذ واللياقة البدنية العالية جدا اللي بتعرف تجرجر الفريق بلغة الكرة إلى الوقت الإضافي، ومن ثم إلى ضربات الجزاء. شفناها تفوقت على المنتخب الأسباني بنفس الاستراتيجية اللي بكلم حضراتكم عليها. عندهم مدير فني، يعني بنتكلم على مدرب روسيا، هو عارف قدرات لعبته، عارف إمكانيات لعبته، عارف إيه السلبيات عنده والإيجابيات. الإيجابيات اللي موجودة في منتخب روسيا هي اللياقة البدنية العالية جدا جدا جدا، والتيم وورك، إن هم بيعرفوا يلعبوا مع بعض كمجموعة واحدة. منتخب كرواتيا طبعا زي ما احنا تابعنا وشفنا، هو منتخب نجوم، منتخب طبعا عنده لعب جماعي، بيعتمد على أكتر من لاعب، عنده مهارات فردية وقدرات فردية، لكن في ظل التكتل اللي موجود من المنتخب الروسي واللياقة البدنية عالية وتضييق المساحات بيكون مشكلة للمنتخب الكرواتي. شفناها أمام المنتخب الدنماركي، دايما المنتخبات اللي بنقول عليها منتخبات الاسكندنافيا، الدنمارك، السويد، طبعا روسيا معاهم من بعيد، بنتكلم على لياقة بدنية عالية وأجسام بدنية قوية جدا، فبتكون عاملة مشكلة أو صعوبة لأصحاب المنتخبات أو أصحاب المهارات الفردية العالية، يعني مودريتش، راكيتيتش، كل دول عندهم مهارات فنية عالية أوي، علشان يعرفوا يلعبوا الكورة اللي احنا بنتفرج عليهم لما بيلعبوا في ريال مدريد أو برشلونة. بيكون في مساحات في الدوري الأسباني، نتكلم طبعا على مانزوكيتش في الدوري الإيطالي، بنتكلم على كوفازيتش مع ريال مدريد أيضا في نص الملعب، فكل ده محتاج مساحات. روسيا مضيقة المساحات، عارفة تقدمت في أول المباراة على منتخب كرواتيا، بعد كده كرواتيا عاد إلى المباراة بخطأ في خط دفاع منتخب روسيا، استغلوا منتخب كرواتيا ونجح إنه يجيب هدف التعادل. وبالتالي هنروح بقى هنشوف الوقت الإضافي، هل منتخب من المنتخبين هيقدر انه يحسم المباراة لصالحه قبل ركلات الجزاء؟ وانا اعتقد ان منتخب كرواتيا هو الاقرب، هو اللي محتاج يحسم صعوده قبل ضربات الجزاء، علشان ضربات الجزاء لو وصلنا لها المستفيد الاكبر هيكون المنتخب الروسي. منتخب روسيا متمرن كويس على ضربات الجزاء، كسب المباراة اللي قبل دي امام منتخب اسبانيا بضربات الجزاء، فبالتالي الدفعه المعنويه عنده اكبر بكتير من المنتخب الكرواتي في حال وصول المنتخبين الى ضربات الجزاء. طبعا المباراه اللي كانت في الساعه 4 بتوقيت القاهره، مباراه ايضا دور الثمانيه، مباراه السويد وانجلترا، وانتهت بفوز انجلترا 2-0 على المنتخب السويدي، تألق لحارس مرمى انجلترا بيكفورد، وهو اخذ مان اوف ذا ماتش او اخذ رجل المباراه الاول بعد تصديه لكورتيم، كانوا كفايه جدا للمنتخب السويدي للحصول على مبادره المباراه، لكن انجلترا بتنجح. هنا ده النتيجه قدام حضراتكم، منتخب انجلترا بيفوز على منتخب السويد بهدفين مقابل لا شيء. تعالوا نروح ونشوف احصائيات مباراه انجلترا والسويد قبل ما نروح نتكلم شويه عليها فنيا من وجهه نظري. طبعا زي ما حضراتكم شايفين السويد وانجلترا عدد الاهداف 2-0 لانجلترا، اما المحاولات واضح جدا تفوق المنتخب الانجليزي ب 12 محاوله على منتخب السويد مقابل 7 للمنتخب السويدي، اما الركلات الركنيه 6 للمنتخب الانجليزي وواحده فقط للمنتخب السويدي، حاله تسلل 2 على المنتخب السويدي وواحده فقط على المنتخب الانجليزي، اما نسبه امتلاك الكره خلال ال 90 دقيقه هو 57% للمنتخب الانجليزي مقابل 43% للمنتخب السويدي، فواضح جدا تفوق منتخب انجلترا كمان، مش بس في النتيجة لا، ده كمان في نسبة امتلاك الكرة. أما دقة التمرير للمنتخب الإنجليزي التفوق واضح 80% مقابل 74%، ده بيدل على أن المباراة كانت ماشية بسيناريو تأمين دفاعي من جانب المنتخب السويدي ومحاولات من المنتخب الإنجليزي لاختراق دفاعات المنتخب السويدي، لكن منتخب إنجلترا بينجح بفضل الضربات الثابتة. ومنتخب إنجلترا على وإحنا بنتكلم على الإحصائيات أحرز 10 أهداف
في كأس العالم، 7 منهم من ضربات ثابتة، فده يدل على أن مدرب إنجلترا جارس ساوثجيت هو مدرب برضو عارف إمكانيات منتخب بلاده وعارف يستغل القدرات البدنية والجسمانية في الكرات الثابتة. الأخطاء المرتكبة 10 على المنتخب السويدي و7 على المنتخب الإنجليزي. أما في استعادة الكرات 36 للمنتخب السويدي مقابل 47 للمنتخب الإنجليزي، وده يدل على أن المنتخب الإنجليزي كان أشرس في الدفاع وفي الالتحامات، وبالتالي منتخب إنجلترا يستحق الفوز. المنتخب الإنجليزي هاجم بادر المنتخب السويدي بأكتر من هجمة. رد فعل منتخب السويد كان بيشبهني بلعب منتخب مصر، هو متحفظ دفاعيا بيلعب في نص ملعبه مستني المنتخب الانجليزي يبادر بالهجوم يستغل اي هجمه مرتده علشان يسجل هدف. دخل فيه هدف، بتكلم على منتخب السويد، دخل فيه هدف من منتخب انجلترا، فضل محافظ على نفس السيناريو ان هو دفاعيا مش عايز يتقدم، قال ما يدخلش فيه هدف تاني، لو عرفت اعوض خير وبركه، ما عرفتش اعوض ابقى خارج من المباراه بنتيجه 1-0 فقط لا غير، وبالتالي دخل فيه الهدف الثاني. كنت بتكلم على ان بيكفورد نجح في محاولتين انه يصد كرتين قمه في الخطوره للمنتخب السويدي، عشان كده اختير رجل المباراه. لكن زي ما احنا عارفين ان دايما لما المنتخب او الفريق او اي حد بيلعب تحت ضغط دفاعي كبير جدا وارد ان يحصل اخطاء، وده شفناه مع المنتخب المصري، كمان بيحدث مع المنتخب السويدي ان هم محطوطين تحت ضغط طوال 90 دقيقه وبالتالي حصل اخطاء تمت عنها ان منتخب انجلترا احرز هدفين، طبعا هدف اول لماجواير وهدف التالي لدالي علي، وانجلترا كان ممكن يكون عندها فرص كمان ان هي تسجل هدف ثالث ورابع، لكن ظروف المباراه خرجت بنتيجه 2-0، وجارس ساوثجيت بيصعد بانجلترا لاول مره من 28 سنه لدور قبل النهائي. اخر مره كان 1990 في مونديال ايطاليا لما كانت انجلترا بتلعب مع مصر في المجموعه، انجلترا صعدت لدور قبل النهائي وخرجت امام المانيا بركلات الترجيح 4-3 لصالح المنتخب الالماني. لكن الغريب والعجيب في منتخب انجلترا ان احنا كنا بنشوف الجيل السابق كان كل نجوم، لكنهم فشلوا في اللي عرف يوصل فيه او عرف يوصل ليه اللعيبه الشباب اللي موجوده. الاسماء اللي احنا بنشوفها دلوقتي دول ما يجوش نص اللعيبه اللي هو ستيفن جيرارد، بنتكلم على فرانك لامبرد، ريو فيرديناند، وين روني، بنتكلم على يعني جو هارت، بنتكلم على لعيبه نجوم كل واحد فرقه لوحده. لكن طبعا الطموحات اللي موجوده مع اللعيبه مع انديتها بتكون شويه عائق للاعب مع المنتخب بتاعه، يعني هنشوف كل اللعيبه اللي موجوده كلهم ما عملوش لسه تاريخ دولي، كلهم لسه بادين كره قدم، لسه بادين مشوار الدولي. يمكن بيكفورد تامن حارس انجلترا تامن مباراه دوليه يلعبها مع المنتخب الانجليزي، وبالتالي جاريث ساوثجيت المدرب المغمور فنيا المعروف كرويا يمكن هو ملوش تاريخ دوري كبير، لكن مدرب جه بالصدفه، مدرب جه في ظروف يعني الظروف ساعدته وخدمته ان هو يكون موجود كرجل اول للمنتخب الانجليزي، لكنه نجح في اللي كتير جدا فشلوا فيه. يعني بنتكلم على اريكسون، بنتكلم على كابيلو ايضا كمدربين في نجوم كتيره جدا فشلت في صعود المنتخب الانجليزي الى دور قبل النهائي او لنقطه بعيده جدا في بطوله كاس العالم، واللي احنا متوقعينه واللي احنا شايفينه ان لو روسيا او كرواتيا صعدوا منتخب انجلترا قادر انه يتفوق عليهم ويكون موجود في النهائي. دايما يعني الشعب المصري في كم منتخب بيحب ان هو يتعاطف معاهم، يعني منتخب انجلترا، منتخب فرنسا، منتخب بلجيكا، بتكلم على من بدايه كاس العالم مش بتكلم على السيمي فاينل. فمنتخبات انجلترا او منتخب انجلترا بما انه منتخب شاب، منتخب عايز يجدد دمائه، منتخب بيقدم كوره جميله، فبالتالي متعاطفين مع المنتخب الانجليزي، لكن السيمي فاينل هيبقى رائع جدا. منتخب بلجيكا وفرنسا مباراه قمه في الروعه، مهاريه، مفيش بقى لا جانب دفاعي ولا فيها جانب تكتيكي، لا هنشوف بقى كوره جميله وكوره مفتوحه. نفس الوقت منتخب انجلترا ايا كان لو منتخب كرواتيا صعد طبعا هنشوف كوره جميله وكوره مفتوحه، لكن لو منتخب روسيا صعد اعتقد الامور هتكون دفاعيه بحت لصالح المنتخب الروسي. وبكده يكون اتكلمنا مع حضراتكم على المباراتين، وهنشوف وهنتابع مع حضراتكم لحظه بلحظه مباراه كرواتيا وروسيا. لسه المباراه بتقام، الشوط الاضافي الاول ونفس النتيجه 1-1، مستنين لسه ايه اخبار الشوط الاضافي الثاني، هل المباراه
هتروح لركلات الترجيح ولا لا. ده اللي احنا هنعرفه واحنا بنتابع مع حضراتكم. لكن ما فيش شك ان كأس العالم بيثبت يوم بعد يوم ان منتخب النجم الاوحد لا مكان له في كأس العالم. بالعكس المنتخبات الجماعية اللي بتعتمد على 11 لاعب داخل الملعب واللي بيسخروا قدراتهم لصالح بعض ولخدمة بعض هم دول اللي بيقدروا يكملوا. شفنا منتخب فرنسا، شفنا منتخب بلجيكا، شفنا منتخب انجلترا، تبقى منتخب من المنتخبين روسيا وكرواتيا. كرواتيا جابت الهدف الثاني، كرواتيا احرزت الهدف الثاني دلوقتي، وبالتالي كرواتيا بتتقدم على منتخب روسيا 2-1. وخلاص اعتقد ان كرواتيا نجحت ان هي توصل للهدف اللي هي عايزاه، وهو عدم الذهاب الى ركلات الترجيح، علشان هتبقى في صالح المنتخب الروسي وبالتالي بيريحوا الجميع. كمان بالمناسبه رئيسه كرواتيا موجوده في المدرجات في منظر حضاري جدا، في منظر بيبين قد ايه ان كره القدم اللعبه الرياضيه، طبعا اللعبة الرياضية الوحيدة اللي في العالم اللي بتعرف تجمع الشعوب، اللي بتعرف تجمع البلاد كلها مع بعض. بنشوف سياسيين مع رياضيين، طبعا رئيس وزراء روسيا قاعد بجانب انفنتينو بجانب رئيسة كرواتيا، في منظر زي ما بقول لحضراتكم منظر حضاري، منظر بيبين قد ايه ان كرة القدم يعني تاني بتجمع الشعوب مع بعض، بتقرب الافكار مع بعض، بيبقى فيها روح رياضية، بيبقى فيها منظر رائع جدا بينعكس الى كل الشعوب اللي ما بينهم بقى احتقانات ومشاكل، الى أجواء رياضية وروح رياضية كبيرة جدا. ده اللي احنا شايفينه في بطولة كأس العالم اللي بتقام حاليا في روسيا. لكن كرواتيا يعني خلاص ممكن نقول بنسبة 70-80% منتخب كرواتيا هيصعد إلى دور قبل النهائي ليعيد أمجاد جيل صقر في 98، الجيل الذهبي للمنتخب الكرواتي، علشان يكون المباراتين اللي هيتلعبوا في قبل النهائي منتخب كرواتيا هيلاقي منتخب إنجلترا، والمنتخب الفرنسي هيلاقي المنتخب البلجيكي في مباراتين قمة في القوة. هنقول لحضراتكم امتى بالظبط المواعيد اللي هيقام فيها المباريات، لكن هيبقى معايا ايضا ضيفي وضيف حضراتكم في الفقره الثانيه اللي هنتكلم فيها اكتر عن مباريات اليوم وايضا في مباريات القادمه في دور قبل النهائي، الناقد الرياضي بالاخبار الاستاذ تامر عبد الوهاب. ان شاء الله هيشرفني وينورني في الجزء الثاني من الحلقه. اما مباريات قبل النهائي، دور قبل النهائي هتبقى يوم الثلاث الساعه 8 بتوقيت القاهره، مباراه فرنسا امام بلجيكا، مباراه قويه جدا في الساعه 8 مساء. اما يوم الاربع مباراه كرواتيا، لو المباراه انتهت بفوز المنتخب الكرواتي امام المنتخب الانجليزي الساعه 8 ايضا بتوقيت القاهره. وبعديها هناخد اجازه يوم الخميس والجمعه من بطولات كاس العالم، وهنرجع تاني لحضراتكم يوم السبت مباراه الثالث والرابع الساعه 4 بتوقيت القاهره. اما مباراه النهائي هتكون يوم الاحد 15/7 الساعه 5 بتوقيت القاهره. هو الاختلاف كله في الثالث والرابع هتكون الساعه 4، ومباراه النهائي اللي هتكون الساعه 5 والاثنين بتوقيت القاهره. يا ترى يا هل ترى مين هيكون طرفي مباراه النهائي؟ هل فرنسا وانجلترا؟ هل فرنسا وكرواتيا، ولا كرواتيا وبلجيكا، ولا كرواتيا وفرنسا؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله يوم الثلاث والاربع اللي جايين. نبدا معاكم كده اخبار المونديال واخبار كاس العالم ما بين صحف ومواقع وتصريحات وسوشيال ميديا، بنحاول ان احنا نجمع لحضراتكم كل الاخبار اللي موجوده على الساحه الرياضيه. وبالتالي هبدا معاكم اولى اخباري ونروح لمدرب انجلترا جارس ساوث جيت. تاثرنا بمباراه كولومبيا، طبعا كولومبيا وبيتكلم على بعد ما تقدم بهدف بدا انه يدافع بدري، بدا انه يقفل بدري، فبالتالي منتخب كولومبيا تجرع على المنتخب الانجليزي ومنتخب كولومبيا احرز هدف التعادل، وبالتالي انجلترا عانت الى اخر المباراه الى حين فوزها بركلات الترجيح، وكانت مباراه صعبه جدا على الجانب الانجليزي. فبالتالي جارس ساوث جيت اتعلم من اخطائه، وده اللي شفناه في مباراة السويد انه بادر بالهجوم واحرز هدف في الثاني. اما مدرب السويد يعني اندرسون اللي بنرفع له القبعه وبنحترمه على المجهود اللي عمله مع اللعيبه
بالإمكانيات المحدودة اللي موجودة أنه قدر يقصي المنتخب الهولندي والمنتخب الإيطالي في بداية التصفيات، وأيضا يقصي المنتخب الألماني ووصوله إلى دور الثمانية. تصريح بيقول إنجلترا الأقرب لللقب، والتصريح ده مهم جدا جدا من مدير فني فاهم، ومدير فني وصل لمرحلة من دور الثمانية مع أفضل 8 منتخبات في العالم. فأنا أعتقد أنه هو يقول حاجة زي كده، فأنا ممكن نصدق ليه لأ. ديري ألي لاعب المنتخب الإنجليزي ولاعب توتنهام وصاحب الهدف الثاني في المباراة، كنت سيئا أمام السويد. طبعا اعتراف مهم جدا من لاعب مهم، من لاعب صغير في السن لكنه لاعب نجم وماشي في الطريق الصحيح، والله أعلم ما يفضل مكمل في توتنهام ولا هنشوفه في نادي كبير ينافس على بطولات. أما بيكفورد الأفضل في لقاء إنجلترا والسويد، قلنا بيكفورد الحارس الإنجليزي متفوق في كل شيء النهاردة، في يعني شفنا مباراة رائعة جدا، صدات على أعلى مستوى، الفوت وورك وخطواته اللي بيعرف ياخدها قدام وورا عشان يسهل على نفس الحركة على أعلى مستوى بيعرف ياخدها، فواضح إن هو يعني مذاكر كويس قوي، واضح إن هو بيتمرن كويس قوي. بيكفورد على فكرة مواليد 94، عنده حوالي 24 سنة، وبالتالي تامن مباراة دولية لكنه بياخد خبرة يوم بعد يوم. أما الكرات الثابتة سلاح الإنجليز في المونديال، أنا قلت لحضراتكم 10 أهداف للمنتخب الإنجليزي، 7 منهم من ضربات ثابتة. وساوث جيت شرف لي أن أدرب منتخب إنجلترا، أنا بقول لحضراتكم ساوث جيت أيا كان النتائج اللي هتحصل كون وصل إلى سيمي فاينل من كأس العالم، أعتقد أنه هيكون لي مستقبل كبير جدا في التدريب بعد بطولة كأس العالم، ده لو ما استمرش مع المنتخب الإنجليزي، وهكون بناء على رغبته هو مش رغبة الاتحاد الإنجليزي. رئيسة كرواتيا دعمت منتخبها قبل مواجهة روسيا، هي كمان موجودة حاليا في المدرجات بجانب رئيس الاتحاد الدولي بجانب رئيس الوزراء الروسي. أما كورتوا لم أقصد الإساءة إلى بيكفورد، وطبعا كورتوا حارس كبير وأكيد مش قصده أنه يصرح بأي تصريحات تسيء إلى بيكفورد حارس المنتخب الإنجليزي. أما نيمار جونيور لاعب منتخب البرازيل ولاعب في اس جي، الخروج هو اللحظة الأسوأ في حياتي. نيمار منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان وكل حاجة تحصل له سيئة جدا، إصابته أمام ريال مدريد في الشامبيونز ليج وغيابه لثلاث شهور أعتقد أثرت معاه بشكل كبير، كمان خروجه من دور الثمانية لبطولة كأس العالم. نيمار كان عنده أمل أنه يفوز ببطولة كأس العالم، لكن منتخب بلجيكا منتخب قوي، وكان صعب منتخب البرازيل أنه يمر من خلال المنتخب البلجيكي. أما طبعا يعني الخبر طريف جدا كان متناول أحداث السوشيال ميديا، وهي قصات شعر نيمار أكثر من أهدافه في المونديال. يعني هي ناس بتركز في الأخبار والكلام ده، لكنه طبعا لاعب كرة القدم أو اللاعب البرازيلي دايما بيحب ينزل يمتع نفسه بالكرة، أو يمتع نفسه من حيث الستايل، طريقة بقى لبس الجزمة، لبس الشراب، طريقة الشورت مع التيشيرت مع شارة الكابتن مع شعره، كلام كتير جدا. يعني لاعبي كرة القدم لو احنا ركزنا معاهم هنتعب، لكنهم يعني شايفين ان نيمار غير قصات شعره اكتر من عدد اهدافه في المونديال. ده طبعا بسبب الخساره، زي ما احنا متعودين الخساره بتبين كل حاجه، المكسب بيداري على حاجات كتير جدا ومحدش بياخد باله. يعني على سبيل المثال مباراه بلجيكا والبرازيل، انا شايف ان بلجيكا قطعت الدنيا، انا شايف ان منتخب البرازيل هو اللي اهدى الفوز للمنتخب البلجيكي بسبب اخطاء موجوده عند المنتخب البرازيلي. عندنا كاسيميرو موقوف، عنده انذارين، باولينيو طيب. واحنا بنتكلم على كاس العالم وبنتكلم على البرازيل وعلى المنتخبات اللي موجوده، معانا مداخله مهمه جدا من صربيا، المدير الفني السابق لمنتخب صربيا للشباب مستر توميسلاف سيفيتش. مستر توميسلاف، هالو هاو ار يو؟ Thank you, fine. And you? Yeah, everything is good. Thank you so much and welcome on الاهلي تي في. Of course you are watching the World Cup, Russia against Croatia, 2-1 for Croatia. I think Croatia will be qualifying to the Russia against Croatia. So Croatia will be qualifying to the semifinal. I want to know your opinion about this game. This game is tough game. It's a lot of tactics, and both teams like to go to the semifinal, and that's why they are so careful. In the game, but it was tactically very high level from both teams, because
Russia, they gave answer in the middle, where is the Croatia very strong. And Croatia didn't create nothing in the first half. They scored one lucky goal. Yes. But after that they slowly coming after change, because Croatian national coach changed very good and put one player more in the middle. Yes. Brozovic. And then in that time they start to play his game, what is good for them. Do you think Croatia is better than Russia in this game due to the character and the personality of Croatia? They have a lot of players who are playing in big teams like Real Madrid and Barcelona, and also Russia, all the players they are playing in the domestic league. They have only one player who is playing in La Liga. Do you think that Croatia, this benefit helped a lot to qualify to the semi-final against Russia? I think that Luka Modric and Rakitic, they are two best midfield players at the moment on the world, and they make the difference. That's for sure. And but Russia, they play very very disciplined, and they are that is maybe best match for them. So they closed the two best players in Croatia, and that's why match is equal. Match is quite equal, and this is small difference with. Go to the Croatian side. Small advantage in the individual quality. I will translate to the people who are watching us and I'll be back to you. طبعا في البداية سألته على هو طبعا صربي الجنسية وكان مدير فني سابق لمنتخب الشباب الصربي. سألته على رأيه في مباراة كرواتيا وروسيا. قال لي منتخب كرواتيا منتخب قوي، منتخب عنده إمكانيات عالية جدا، وبالتالي شفنا في بداية المباراة داليتش لما لعب بفكر تكتيكي رائع جدا وعرف إن هو يجاري المنتخب الروسي. سألته كمان على هل شخصية المنتخب الكرواتي في اللعيبة اللي موجودة، لعيبة عندها شخصية، لعيبة بتلعب في أندية على أعلى مستوى، هي اللي دي بترجح كفة المنتخب الكرواتي على حساب المنتخب الروسي. قال لي طبعا منتخب كرواتيا عنده أكتر من لاعب بيلعبوا في أندية محترفة، وبالتالي شفنا النهاردة الأداء الجيد من المنتخب الكرواتي أمام المنتخب الروسي. Mr. Tomislav, I will ask you about the Serbian national team in the World Cup. They played against Brazil and Switzerland and they didn't qualify, but they did good at the beginning of the World Cup. What happened in the other two games against Brazil and against Switzerland? In this big championship, like the World Cup, you have small details to, who decide on which way you will go. For example, our national team played really good in the first team against, game against Costa Rica. Yes. Second, we scored one fast goal, what was super for us to go in the game. Yes. After that, we didn't get one penalty, what is 100% penalty. And after that, we did a lot of mistakes in the tactics. So if a referee gives penalty to us, we go through, but he doesn't. After that, we open the middle, the middle of the pitch. We change wrong, and we give chance for Switzerland to score. Mm. If we go to keep 1-1, that will be also good for us. Yes, but, of course. We would like to score. Our national coach, he decided in that moment that he would like to win the game. He tried, but that was not a good solution. طبعا سألته على رأيه في المنتخب الصربي اللي شارك في بطولة كأس العالم لكنه خرج في مجموعة بتضم البرازيل وسويسرا وكوستاريكا. قلت له المنتخب الصربي بدأ كويس جدا لكنه أمام المنتخب البرازيلي والسويسري خسر وخرج من البطولة. قال لي في البداية طبعا بطولة كأس العالم بطولة كبيرة، وبالتالي في مباراة كوستاريكا فازوا، كانوا ماشيين بشكل كويس، مباراة سويسرا تقدموا بهدف لكن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء، و بالتالي بعد ما سويسرا حصلت هدف التعادل مدير فني منتخب صربيا كان عايز يهاجم، كان عايز يفتح المباراه، فتح نص الملعب، فعشان كده استقبلوا هدف ثاني وكان حظوظهم ضعيف امام المنتخب البرازيلي اللي كان اقوى من المنتخب الصربي، وبالتالي منتخب صربيا خرجت من بطوله كاس العالم. Mr. Tomislav, I want to ask you about the World Cup in general. Do you like this World Cup?
This is a World Cup which give us a lot of answer at the moment what is going on in world football, because if we saw that the best teams like German, yes. Brazil, Argentina, yes. they go home. So we can see that it's something changing in world football, and that the best players of the world, they were very tired of the world championship. Yes. Like Messi, like Ronaldo, like Neymar. Like Lewandowski in Poland. Yes. Poland. Yes. So we can see that if something changes in everything, and we can see that the team who have the strong team, not a strong individual player, they go through. That is the change. Like England, who play a fantastic team game. They yes. play as a team. As a team, they are strong or well organized. Also Belgium, also France. So yes. We can see that those teams go to the semifinal. Who make one team spirit, and that gives success at the moment. Yes. سألته على رأيه في كأس العالم بشكل عام. اتكلم زي ما كلنا بنتكلم وبنقول ان منتخبات النجم الأوحد هي اللي بتخرج، ومنتخبات اللي بتكون عندها لعب جماعي هي اللي بتوصل لأبعد مراحل في بطولة كأس العالم. اتكلم وقال ان كأس العالم كمان 2018 بيدينا دروس كتيرة جدا، منها النقطة اللي كلمت حضراتكم عليها. وبالتالي هسأله سؤال طبعا على مصر، ما ينفعش ان احنا نتكلم على كأس العالم واحنا مش بنتكلم على مصر. مستر توميسلاف، I want to ask you about if you had watched the Egyptian national team in the World Cup. Do you? Yes, of course I watched all three games. And I want to know your opinion about the Egyptian national team in the three matches. Okay, you know, if you would like to talk about, you must know much more information what is inside, yes. how they prepare, lot of things. Yes. But those things what I saw on the game, yes. it's the next. Of course, that my opinion, feeling was that Egyptian team put more. Also, it was a big handicap that Salah was not 100%. Yes. Because he's the best player, and that was big missing for the Egyptian national team. Then, what I saw, I didn't know really what they want in the game. Did they like to defense or attack? Yes. I didn't see nothing of those things. Are they like to defense and they play contra, or they like to attack and to make high press or something like that? That was something between those two things, and that was my feeling. But also, it was feeling that it was. Do you think, Mr. Tomislav, that Mr. Hector Cooper was the best choice for the Egyptian national team in the World Cup? That Mr. Cooper can improve the Egyptian players to do more efforts and to do some positive things up, or Mr. Hector Cooper, like you said, was playing something between attack and defense. So this was something not good for the Egyptian national team, and they lost the three matches. I cannot talk about that because I don't know really situation about the team and about Mr. Cooper. But what I saw as one man outside, I was I have that feeling that Egyptian team didn't have that energy what is necessary for one World Cup. Who is responsible for that? That I cannot say, but that was I feel outside that this energy what you missed is maybe 10-20% that make the difference. Maybe here we can get the answer. Also I didn't see the relationship between the national coach and the player. That's what I was missing outside. Of course, I say one time more, because you must know situation inside and outside. What is going on here? That yes. was just my opinion outside. Yes, yes, yes. سألته على رأيه في منتخب مصر، وقال إن منتخب مصر هو تابع الثلاث مباريات. قلت له كلمني عن رأيك فيهم.
اتكلم وقال ان صلاح انه ما يكونش موجود من بدايه كاس العالم اكيد اثر بالسلب على منتخب مصر. تاني حاجه لما شاف منتخب مصر شاف ان هو لا بيهاجم ولا بيدافع، بيلعب في حاجه يعني بيلعب في النص، فبالتالي ما كانش الامر مقنع بالنسبه له. اتكلم على ان كان شايف اللعيبه المصريه ما عندهاش اللياقه البدنيه وكان عندها نقص في اللياقه البدنيه اللي احنا اكيد تابعناها كلنا وشفناها، وفي نفس الوقت سالته على ان هيكتور كوبر هل كان مناسب لطريقه منتخب مصر ولطموحات لاعبي منتخب مصر في البطوله. طبعا ما اتكلمش في الحته دي، لكنه زي ما قلت لحضراتكم اتكلم وقال ان هو مش عارف يعني او مش متداخل قوي في الامور عشان يعرف كل حاجه بالظبط، لكنه قرر تاني موضوع اللياقه البدنيه ودور المدرب الوطني مع اللعيبه، هو ما شافش اي كوميونيكيشن او تواصل ما بين الاثنين. مستر توماس داف فاينلي اي وانت تو اسك يو دو يو ثينك او هو دو يو ثينك ويل وين ذا وورلد كاب؟ هارد كويستشن اي نو، اي نو ذيس از هارد كويستشن بات we can guess or you can guess. I think the final before final is the France against Belgium. That's for me. The final between France and the Belgium. That is final before final. Yes, but yes, you know, I agree with you 100%. This is the final before final, of course. But I think France will win against Belgium. I think. I'm not sure. Yes. And England has a big chance to win against Croatia, so the final I'm expecting that it will be England against France. Do you agree with me or you have another opinion? I agree with you if France win the Belgium, because these two teams for me is the best two teams. So you are supporting France in the final? Yes, if France will be in final, they will win in final. Yes. That's Mr. Tomislav Sivic, thank you so much for being with me and I hope to see you very soon. كان معي على التليفون طبعا مستر توماسلاف سيفيتش المدير الفني السابق لمنتخب صربيا للشباب، واتكلم معايا على كأس العالم. في النقطة الأخيرة بس يعني أترجم لحضراتكم، سألته على قلت له مين تتوقع انه يكون موجود في نهائي كأس العالم؟ قال لي يعني هو بالنسبه له مباراه فرنسا وبلجيكا مباراه قبل النهائي، لكنه نهائي مبكر او هو ده النهائي اللي كان بيتمناه، لكنه يعني واضح ان هو بيميل الى الكفه بلجيكا او فرنسا لو الاثنين لو حد منهم لعب في المباراه النهائيه ضد منتخب انجلترا او منتخب كرواتيا، وبالتالي هو يتوقع فوز المنتخب الفرنسي او البلجيكي بالبطوله في حال تأهل أي حد منهم إلى مباراة النهائية اللي إن شاء الله تكون يوم الأحد القادم 15/7 الساعة 5 بتوقيت القاهرة. طيب يعني مفاجأة لحضراتكم إن منتخب روسيا تعادل دلوقتي أمام المنتخب الكرواتي بنتيجة 2-2، شكلنا هنسحب كل الكلام اللي إحنا قلناه وخلاص منتخب روسيا. بصراحة يعني البني آدم دايما بيتعاطف مع الجانب الأضعف أو الجانب الضعيف، فإحنا متعاطفين مع المنتخب الروسي بسبب الأرض والجمهور وبسبب أنه أكيد يعني عامل مجهود جبار في البطولة الحالية علشان يوصل لإنجاز. قلنا لحضراتكم امبارح أن لو المنتخب الروسي وصل لدور قبل النهائي الرئيس الروسي أخذوا قرار أو رئيس الوزراء الروسي أخذوا قرار بإنشاء عملة معدنية جديدة بمناسبة صعود منتخب روسيا إلى دور قبل النهائي. مش مصدقين صراحة يعني منتخب روسيا بيتعادل أمام المنتخب الكرواتي في مفاجأة كبيرة جدا جدا. زي ما قلت لحضراتكم عامل اللياقة البدنية للمنتخب الروسي أكبر بكتير من أي منتخبات موجودة في البطولة، هو ربنا خالقهم كده. ربنا خالق البلاد اللي بتقعد في التلج او في البلاد الساقعه قوي دي بيبقى عندهم قوه تحمل كبير جدا وبيبقى عنده لياقه بدنيه على اعلى مستوى. شفنا جسمهم عامل ازاي، طبيعي من صنع ربنا سبحانه وتعالى ان هم جسمانيا كده لا بيروحوا جيم ولا بيلعبوا العاب قوه، لا بالعكس هو مولود طبيعي جدا بيلعب كره قدم بشكل طبيعي لكنه مميز في الناحيه البدنيه. يمكن هو ما عندوش الناحية المهارية لكن ربنا معوضه في الناحية الجسمانية واللياقة البدنية، وبالتالي منتخب روسيا بيتعادل 2-2 أمام المنتخب الكرواتي. نلعب في الدقيقة 118 ناقص دقيقتين فقط لغير على انتهاء الوقت الإضافي الثاني، وهنروح لركلات الترجيح علشان
هنشوف هل منتخب كرواتيا محضر سيناريو جديد. الاثنين على فكره لعبوا ضربات جزاء في دور الثمانيه، منتخب كرواتيا لعب قدام منتخب الدنمارك في دور الثمانيه وكسب المنتخب الدنماركي في مباراه تالق فيها الحارسين، كمان مباراه روسيا واسبانيا، مباراه روسيا وفريق روسيا ومنتخب روسيا قدر انه يفوز على منتخب اسبانيا بضربات الجزاء وتالق فيها الحارس الروسي. عشان كده هنروح، لو رحنا لركلات الجزاء وده اللي احنا مرجحين ليه، انا قلت كرواتيا خلاص حسمت اللقاء بنسبه 60% او 70%، لكن ال 40% اللي كانوا متبقيين للمنتخب الروسي قدروا ان هم يعيدوا ليهم الامل والحياه عشان يرجعوا تاني للمباراه. انا متاكد ان لما الهدف ده تم احرازه الملعب اتقلب وروسيا كلها اتقلبت في لحظه اعلام الهدف الثاني وهدف الثالث. هنشوف بقى مباراه ما بين حارسين متالقين جدا للمنتخب الروسي او للمنتخب الكرواتي. طبعا يعني حارس كرواتيا او حارس روسيا بيلعب في نادي سيسكا موسكو، وحارس المنتخب الكرواتي طبعا بيلعب في نادي موناكو، حارس محلي امام حارس محترف. هنشوف مين فيهم اللي هيقدر انه يتالق ويقود فريقه الى دور قبل النهائي في البطوله الاقوى في العالم على مستوى المنتخبات. نكمل مع حضراتكم الاخبار لحد ما نروح لضربات الجزاء، وهنبقى مع حضراتكم لحظه بلحظه في ضربات الجزاء. هازارد تصريح مهم جدا بعد ما فازوا على المنتخب البلجيكي، فازوا على حساب منتخب البرازيل، ان هازارد قال لا اخشى مواجهه فرنسا. طبيعي جدا كابتن المنتخب البلجيكي وافضل لاعب في انجلترا من طبعا في فتره من الفترات لازم يكون تصريحه كده يعني بيدي طاقه ايجابيه ودفعه معنويه كبيره جدا للاعبي المنتخب البلجيكي، وفي نفس الوقت بيعرف ان هو قادر لمواجهه المنتخب الفرنسي. اما لوكاكو مهمتي ليست احراز الاهداف فقط، صح في 100%. خلاص المباراه انتهت 2-2 وبالتالي هنروح لضربات الجزاء ما بين كرواتيا وروسيا، وهنشوف هل روسيا تفعل المفاجاه وتروح لدور قبل النهائي لاول مره في تاريخها، وانا ما اعتقدش ان الانجاز ده هيتكرر تاني في يوم من الايام. اما لوكاكو بنتكلم عليه ان هو بيقول انا مهمتي مش بس ان انا اجيب اهداف، هو عنده حق طبعا، هو راس حربه قوي جدا يعني سريع قوي مهاري، اول مره اشوف راس حربه قوي مهاري في نفس الوقت. راس الحربه لما بيلعب بيكون محطه لزمايله مش بس عشان يحرز اهداف، لا ده عشان يصنع اهداف. وجوده في قلب دفاع المنتخب البرازيلي سهل كتير جدا على كيفن دي بروين وسهل جدا على هازارد، وشفنا ان هو عمل الهدف الثاني لكيفن دي بروين امبارح. وبالتالي لوكاكو ليس فقط مهاجم يحرز اهداف بل يصنع اهداف ويكون سبب في خلخله الدفاعات سواء منتخب البرازيل او اي منتخب ثاني هيلاقي المنتخب البلجيكي. اما قرار في الاتحاد البرازيلي بتجديد الثقه في تيتي مدرب البرازيل، قرار صح 100%. تيتي واحد من المدربين المخضرمين اللي عندهم يعني فكر عالي جدا وفكر تكتيكي على اعلى مستوى، وبالتالي عدم مش معنى ان هو اخفق في بطوله كاس العالم في دور الثمانيه ان هو يتم الاستغناء عنه، بالعكس هم عايزين يبنوا على الفريق اللي موجود في المستقبل القريب او البعيد ان شاء الله. اما قلعه برمنغهام تنكس علم انجلترا بسبب ساوث جيت، زي ما احنا عارفين ان هم يعني موقف طريف طبعا، ان هو احنا شفنا ساوث جيت انه دايما بيحضر كل لقاءاته بفست او باللغه العربيه زي ما بنقول سديري على القميص على الجرافطه اللي بيلبسها، فبالتالي ده بقى الـ 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 الحاجه المميزه او العلامه المميزه اللي في اللي طبعا لما بنقول ساوث جيت بنفتكر اليونيفورم اللي بنقوله لحضراتكم. فبالتالي على قلعه برمنغهام رفعوا السديري او الفيست بتاع ساوث جيت بدل من العلم الانجليزي، وبالتالي اكيد طبعا خبر طريف جدا وكان اقتراح من الراديو المحلي في انجلترا، وبالتالي تم تنفيذ الاقتراح
لقطة طريفة جدا بتدل طبعا على ان خلاص بدأ الموضوع ما بين الشعب الانجليزي وساوث جيت يعني يحصل فككان شوية، كانوا مش متقبلين في بداية الامر، لكنه وصل بانجلترا زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة للي ما حدش عرف يوصل له من اساطير التدريب مع منتخب الانجليزي. اما ألان شيرر الاسطورة الانجليزية يشيد بلوكاكو، طبعا طبيعي جدا شيرر لما يتكلم ويشيد بلوكاكو، دي طبعا حاجة تتحسب لشيرر كونه كمهاجم انجلترا الاول والمميز في التاريخ الانجليزي انه يشيد برأس حربة بلجيكي. اما هاري كين لن نرضى بنصف النهائي فقط، طبيعي جدا كابتن المنتخب الانجليزي لديه طموحات في الذهاب الى المباراة النهائية، اول مرة يلعب كاس عالم، هداف البطولة، عنده 6 اهداف في السيمي فاينل، وبالتالي عنده يعني عنده مهمة قوية جدا في المباراتين سواء نصف نهائي او نهائي. هنشوف هل روسيا ولا كرواتيا اسف، وهنشوف المنتخب الانجليزي هيقدر يعمل ايه في المباراة القادمة. اما مارادونا الفرنسيين عرفوا من اين تؤكل الكتف، طبعا كناية عن انهم في كل مباراة بيعرفوا يكسبوا، بيعرفوا ياخدوا اللي هم عايزينه. طلعوا في البطولة 3 منتخبات من امريكا الجنوبية سواء بيرو او الارجنتين او الاورجواي، لكن مارادونا طبعا بتصريحاته المميزة لازم ناخد مع حضراتكم اي تصريح يقوله مارادونا. طبعا مارادونا للاسف بعد التصرفات السيئة اللي احنا شفناها من قبل مارادونا في كاس العالم او غيره على مواقع التواصل الاجتماعي من سلوك سيء، تم انتزاع لقب سفير للفيفا، وكان سفير للفيفا وبالتالي تم انتزاع اللقب منه، وده بعد السلوك السيء اللي احنا شفناه من مارادونا النجم الكبير. في فرق ما بين لاعب ونجم داخل الملعب، اما خارج الملعب مارادونا ليس بنجم عكس بيلي اللي نجم داخل الملعب ونجم خارج الملعب بسلوكياته واخلاقياته. لاعب كرة القدم مش بس لاعب جوه الملعب، لا هو لاعب جوه وبره الملعب، بيعكس الكتير جدا جدا من شخصيته عشان بيكون مثل اعلى للشباب وللولاد الصغيرين اللي طالعين في السن. فما ينفعش ان ولد صغير ياخد لاعب مثل اعلى وهو سلوكيا واخلاقيا مش مظبوط خارج الملعب. احنا عارفين ان ممكن تكون لعيبه كتيره جدا ما عندهاش الموهبه، لكن بسلوكياتها واخلاقياتها والتزامها بيخليهم من افضل اللعيبه اللي موجوده في العالم سواء في مصر او سواء في الملاعب العالميه، وعندنا امثله كتيره جدا 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 موجوده في عالم كره القدم. الروسي ماريو فرنانديز لا يتحدث الروسيه، ماريو فرنانديز من اصول برازيليه بيلعب في منتخب روسيا ما بيعرفش يتكلم روسي. فتخيلوا بقى حضراتكم الموقف عامل ازاي، يعني لاعب بيلعب في المنتخب الروسي وكمان اسمه واضح ان هو عنده اصول برازيليه اسمه ماريو فرنانديز، اي حد يسمعه لك ده لاعب روسي ازاي؟ الكل الروس زي ما احنا شفنا تشيرشيف واتزوبيا وحاجات كده غريبه، لكن ماريو فرنانديز اتولد في البرازيل وعنده اصول برازيليه لكنه معاه حاصل على الجنسيه الروسيه وبالتالي لا يتحدث الروسيه على الاطلاق، لكنه موجود مع المنتخب الروسي. ووزير الرياضه الاورجواياني فرنسا ستحصل اللقب، واضح ان كل نجم او كل مسؤول في بلد كان بيلعب ضد منتخب، يعني شفنا ياني اندرسون مدرب السويد قال ان بعد الماتش لما خسر من انجلترا ان منتخب انجلترا هو اللي هيحصد لقب البطوله. شفنا وزير الرياضه الاورجواياني بعد مباراه فرنسا واورجواي قال ان فرنسا هتاخد اللقب. فممكن النهارده روسيا ولا كرواتيا لما حد منهم يخسر يقول لا ده كرواتيا اللي هتاخد اللقب، لا ده روسيا اللي هتاخد اللقب. فالموضوع بصراحه يعني محيرنا، مش عارفين مين اللي هياخد اللقب. هنشوف. مدرب بلجيكا كورتوا افضل حارس مرمى في العالم، تالق امام المنتخب البرازيلي، ويعني شفنا كلنا كورتوا لما كان موجود في اتلتيكو مدريد اعاره من تشيلسي رجع تاني لتشيلسي، كان موجود هو بيتر تشيك وطلب من الجهاز الفني ان هو لو مش هيبقى موجود اساسي في الفتره اللي جايه ان هو بيفضل الانتقال من نادي تشيلسي، وبالتالي الاداره حسمت الموضوع، فكرت شافت هل المستقبل ان احنا نبدا ان احنا نستعين بكورتوا ونستغنى عن خدمات بيتر تشيك ولا نستعين بالخبره على حساب الشباب، وكان راي اداره تشيلسي الشباب على حساب الخبره في مركز حراسه المرمى. كورتوا صغير في السن لسه عنده عدد سنين طويله جدا
مع تشيلسي او مع المنتخب البلجيكي، وبالتالي كورتوا واحد من الحراس اكيد طبعا حراسنا المصريين لو عايزين يعرفوا او يتعلموا من حارس طور نفسه من فين لفين، اكيد واحد زي كورتوا لازم ان احنا نتفرج على كورتوا ونركز معاه ونشوف مشواره. لكن ارجع مع حضراتكم لمباراه روسيا وكرواتيا. روسيا ضيعت اول ركله جزاء وكرواتيا سجلت اول ركله جزاء، وبالتالي النتيجه 1-0 للمنتخب الكرواتي. لسه هنروح ونشوف بقى ايه اللي ممكن يحصل، واحنا معاكم كده كده على الهواء بنقول لحضراتكم اخر الاخبار وبنتابع مع حضراتكم دي اللي مش بيتفرج على المباراه ومتابعنا هنا في قناه الاهلي في المونديال، نتابع مع حضراتكم لحظه بلحظه اخبار مباراه كرواتيا وروسيا. ونرجع تاني لرئيس البرازيل لاعبي المنتخب أدوا بشرف. عجبني جدا التصريحات الإيجابية، التصريحات اللي دايما بيكون فيها مردود إيجابي على لاعبي المنتخب. دولة زي دولة البرازيل هي يعني هقول لحضراتكم على معلومة، البرازيل متسجل عندها في الاتحاد البرازيلي 2 مليون لاعب كرة قدم، وبالتالي لو هم عايزين يلعبوا يعملوا كاس عالم لوحدهم هيعرفوا يعملوا، لكن في الآخر بيتم الاستعانة ب 11 لاعب جوه الملعب و23 لاعب في القائمة كلها، وبالتالي رئيس البرازيل رئيس أكبر دولة في العالم بتحب كرة القدم وأكثر دولة فيها مواهب ونجوم بيقول لاعبي المنتخب أدوا بشرف، فدي طبعا شهادة كبيرة جدا من رئيس الدولة ودفعة معنوية للاتحاد كرة القدم البرازيلي وأيضا اللعيبة اللي لعبت بغض النظر عن تمثيل نيمار في المباريات. وكمان زي 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 ما احنا يعني متابعين نيمار كان بيمثل بشكل سيء جدا، وبالتالي ما كانش مثل اعلى تماما للاطفال الصغار في المراحل السنيه، وده اللي اتكلم فيه تيتي. نرجع تاني لكرواتيا وروسيا. قلنا لحضراتكم ان كرواتيا سجلت الضربه الاولى وروسيا ضيعت الركله الاولى. نرجع للركله الثانيه. كرواتيا ضيعت الركلة الثانية وروسيا سجلت الركلة الثانية، وبالتالي النتيجة 1-1 حتى الآن تعادل الفريقين. مش عارفين المباراة رايحة فين، المباراة رايحة جاية. روسيا سجلت في بداية المباراة، كرواتيا تعادلت، كرواتيا تقدمت في الوقت الإضافي، روسيا اتعادلت حتى في ركلات الجزاء، دي بتضيع دي بتجيب أهداف، وبالتالي مباراة محيرة محيرة محيرة، ممكن تكون من أكثر المباريات المحيرة في دور الثمانية. نروح لزلاتان إبراهيموفيتش ورهانه مع ديفيد بيكهام. إبراهيموفيتش قبل المباراة اتراهن مع بيكهام رهان، كان على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الانستجرام. إبراهيموفيتش قال لديفيد بيكهام لو منتخب السويد كسب هتعزمني على العشاء في اي مطعم انا اختاره. بيكهام رد عليه وقال له ولو منتخب انجلترا كسب هعزمك في ملعب ويمبلي في مباراه للمنتخب الانجليزي تلبس تيشرت انجلترا وتستمتع بالمباراه وانت بتاكل شيبسي. فواضح ان بيكهام كسب الرهان، وبالتالي ابراهيموفيتش هيضطر انه يروح ملعب ويمبلي في اولى مباريات المنتخب الانجليزي اللي هتكون على ملعب ويمبلي عشان يلبس تيشيرت المنتخب الانجليزي ويشجع منتخب انجلترا وهو بيتكلم وهو بيراهن مع بيكهام. طيب كرواتيا الضربه الثالثه وروسيا، روسيا ضيعت الركله الثالثه وكرواتيا سجلت، وبالتالي النتيجه 2-1 للمنتخب الكرواتي. حسدنا المنتخب الروسي وقلنا ان هو منتخب مميز بضربات الجزاء، لكنه للاسف بيضيع ركلتين جزاء مقابل منتخب كرواتيا اللي بيضيع ركله جزاء. لسه هنشوف هيضيع الثالثه ولا لا، لكننا متابعين مع حضراتكم لحظه بلحظه. لسه مكملين مع اخبار المونديال. كابتن جهاد جريشه تصريح بيقول هدفي مونديال 2022 واشتاق لمباريات الدوري. يا كابتن جهاد يعني طبعا تشتاق لمباراه الدوري، لكن طبعا يعني المونديال غير، يعني اللي يحكم في المونديال ده بيكون يعني شرف كبير جدا. كنا نتمنى ان هو ياخد مباريات اكتر، مثل مصر ومثل التحكيم المصري في مباراه انجلترا وبنما بشكل رائع جدا، حسب ركلتين جزاء بدون اي رجوع لتقنيه الفيديو الفار، وبالتالي كان مشرف جدا للمصريين كحكم مصري والنقطه المصريه المضيئه الوحيده في كاس العالم. لا كمان في نقطه ثانيه مضيئه هي الجمهور المصري العريق.
طيب نرجع لمباراة كرواتيا وروسيا وركلة الجزاء الرابعة، منتخب كرواتيا سجل ومنتخب روسيا سجل، لسه منتخب كرواتيا متقدم على منتخب روسيا في ركلات الجزاء، ضربة الخمسة هي اللي هتحسم. لو كرواتيا سجلت، لو كرواتيا سجلت بالتالي خلاص كرواتيا هتصعد الى دور قبل النهائي، لو روسيا ضيعت قبل ما كرواتيا تسجل هتصعد كرواتيا الى دور نصف النهائي. اما صحف البرازيل، نيمار يجيد السقوط اكثر من اللعب، مستلمينه نيمار محدش رحمه، قصات شعر نيمار اكثر من اهدافه، نيمار بيقع اكثر ما بيلعب. يعني هنجيب لحضراتكم فيديوهات معانا ان المدربين بقوا يعني بقى في حاله من السخريه على نيمار، يعني هنشوف لحضراتكم او هنبقى بكره ممكن نعرض لحضراتكم اكثر من فيديو ان المدربين اي حد دلوقتي بيدرب ولاد صغيره وعايز يسخر من نيمار او عايز يقول للاعب اقع بس بطريقه اندايركت يقول له نيمار، فنلاقي اللاعب وقع، فواضح ان نيمار هيبقى الترند القادم او التريقه او السخريه في الايام اللي جايه تبقى على نيمار في موضوع سقوطه المتكرر. اما الصحف الاسبانيه تشيد بمارتينيز بعد تاهل بلجيكا. طبعا مارتينيز هو المدرب الاجنبي الوحيد اللي موجود في السيمي فاينل، مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي، فبالتالي الصحف الاسبانيه هي اللي بتشيد به مع الصحف البلجيكيه. ونهايه المباراه ما بين كرواتيا وروسيا بفوز المنتخب الكرواتي باربع اهداف مقابل ثلاثه بضربات الترجيح علشان تصعد منتخب كرواتيا الى دور قبل النهائي رسميا لملاقات المنتخب الانجليزي، تبقى مباراتين قمه في الاثاره وقمه في القوه كرواتيا وانجلترا، وايضا مباراه فرنسا وبلجيكا. لسه مكملين مع الاخبار، صحف الارجنتين تشمت في خروج السامبا، طبيعي جدا خصمك او عدوك اللدود بيفرح فيك. وصحف بلجيكا يوما ما كان هناك فريق اسمه البرازيل، حقهم كسبوا منتخب البرازيل 2-1 في دور الثمانية، محدش كان يتوقع فوز المنتخب البلجيكي. بنتكلم على تاريخ، بنتكلم على امكانيات، بنتكلم على قدرات، لكن مارتينيز بيعمل مفاجأة كبيرة جدا بإطاحة البرازيل، وهو ده يوم الصحف البلجيكية يفرحوا عشان ما عندهمش حاجة تانية يفرحوا بيها، عندهم مباراة قادمة يوم الثلاث ويوم الأربع، تبقى يوم الأربع مباراة بلجيكا أو مباراة يوم الثلاث آسف، وبالتالي خلاص فرحوا هيرجعوا تاني إن هم يركزوا في المباراة القادمة أمام المنتخب الفرنسي. أما مندي واصل غيابه عن تدريبات فرنسا، ونصب تذكاري من القش لحارس روسيا، خلاص بس بعد خروج النهاردة منتخب روسيا هل لسه النصب التذكاري هيفضل موجود ولا هيتم إزالته؟ والقبض على مشجع انجليزي بتهمه النصب في روسيا. خبر يعني مشجعين انجلترا مسافرين روسيا علشان يعني عشان يشجعوا عشان خاطر حاجات تانية، فبالتالي بقى ايه القبض على مشجع انجليزي بتهمه النصب، مش متعودين عليها بصراحه من جمهور انجلترا، لكن انجلترا عندهم تاريخ يعني سيء في جمهور كره القدم، هم الهوليجنز، هم الاكثر جمهور شغب في العالم. وجماهير انجلترا تستعين باغنيه الاسود الثلاثه في المدرجات. طبيعي جدا ان جمهور انجلترا النهارده كان عامل حاله كبيره جدا في المدرجات. من 22 سنه كانت الاغنيه دي بتتغنى للمنتخب الانجليزي، لكنهم بعد غياب لكن بعد غياب اكثر من فتره استعانوا بيها تاني. عشان كده هنروح مع مكالمة مهمة جدا 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 مع روب ماكدونالد اللاعب الإنجليزي السابق علشان يكلمنا على ماتش إنجلترا والسويد. مستر روب، هاو ار يو؟ I'm fine, thank you. I've enjoyed a good game. Yes, of course. Congratulations for the qualifying. It was a hard game. But England with Southgate, I think they are different. They have a good squad. They have a promising players. And they qualified to the semi-final after 28 years. Yeah, it's been a long time waiting. I think they've been very fortunate when they lost the game against Belgium that they came into the easier group to play in the quarterfinals. So they've got Belgium had a tough game. You know, when they had to play their quarterfinal game. Yes. And, you know, for England, it was
it was just the perfect game to get themselves back into the run of things again and win the game, which is important. Yes. Do you think Southgate was controlling the game from the tactic side good? Or do you see that there was a mistakes in the England or the English squad during the game, but they qualified by the end of the game? But for the next game, I think they need to do more, right? Yeah, I don't really agree that Dele Alli and Sterling have done well. I think they've been the two players who, in my eyes, are not really firing on all cylinders, because if you see that Harry Kane is not getting hardly any chances in the games. Yes. We need people to go running deep so that Harry Kane can get into positions to easily score goals. And I think that's been a big problem. Defensively, I think we're quite good. Remember that the majority of the teams we play against all play with two strikers. Yes. So when we play with three, that's okay. If Brazil were to have come and they play a 4-3-3, then I think we might have a problem with that. But we've been very fortunate and very lucky. And now with Croatia, we have an advantage because they've played an extra game. Today they have some injuries, yes. So I think it's going to be easier for England in the next game. I will translate to the people and I'll be back to you to speak about Croatia and England. في البداية طبعا مستر روب ماكدونالد واحد من اللعيبة المميزين جدا في الدوري الإنجليزي، لعب لأندية كبيرة جدا زي نيوكاسل ولعب في هولندا لفترات طويلة. سألته على بعد غياب 28 سنة إنجلترا بتكون في السيمي فاينل، قال لي طبعا يعني أكيد مبسوط للصعود، إنجاز أكيد كبير وتاريخي للمنتخب الإنجليزي. سألته على رأيه في مباراة اليوم أمام المنتخب السويدي، ولو يعني منتخب السويد بالرغم من انه صعد، بس اكيد منتخب انجلترا بالرغم من انه صعد، الا ان منتخب انجلترا محتاج انه يعني يشتغل اكتر على نفسه علشان المباراه اللي جايه هتكون صعبه امام المنتخب الكرواتي. اتكلم وقال ان دفاعيا منتخب انجلترا منتخب جيد جدا، لكن احنا عندنا مشكله في نص الملعب، كور مش بتوصل كتير لهاري كين، وبالتالي محتاجين ان احنا لعيبه تهاجم او تروح من العمق علشان يصنعوا فرص لهاري كين اكتر من مباراه السويد. Mr. Rob, I want to talk about the game in the semi-final between England and Croatia. Croatia played two times in the World Cup, 120 minutes. So I think they do a lot of effort. Despite England, who played only one game against Colombia, 120 minutes. So do you think that this will affect the Croatian national team against England, and England will take it as an advantage in the semi-final? That they can lead them to the final? Well, I think looking at the goalkeeper, he looks as though he has a serious injury. He didn't have any problems with the penalties, but he looked as though he had a real problem with his hamstring. A couple of other players were having cramp in the legs, and I love Modric. I think he's a great player. But they're just not—they're not really creating a lot of chances, neither. It's very much—they keep it very tight, they keep it very close. And I think if England can try and get on the outside with Trippier and maybe with Ashley Young and get some good balls into the centre, yes, for Harry Kane, because he knows Lovren. From the Premiership, yes. I think Gareth Southgate will go with exactly the same team again. I think he'll play again with Dele Alli and Sterling. But they have to be also, every time when the crosses come in, they have to be ready for the second balls. Yes. And I think that's going to be the biggest difference. I think England will benefit more playing against Croatia than Russia. Russia play a really defensive game, and I think England have problems breaking them down. So I'm quite pleased that we're going to play
كرواتيا. سألته على رأيه في مباراة إنجلترا والسويد، إنجلترا كرواتيا. شايف ان كرواتيا هل بعد ما لعبت مباراتين 120 دقيقه ممكن تاثر عليها بدنيا، وان منتخب انجلترا لعب مباراه واحده بس 120 دقيقه، فممكن بدنيا انجلترا تتفوق او يكون حاجه ايجابيه للمنتخب الانجليزي؟ قال ان منتخب انجلترا لازم اكيد يغير من طريق لعبه في المباراه اللي جايه. منتخب كرواتيا منتخب دفاعيا قوي، لكن منتخب انجلترا بالسرعات اللي موجوده عنده زي طبعا ستيرلينج وزي أشلي يونج يقدر ان هو يكسر دفاعات المنتخب الكرواتي، والاعتماد على هاري كين. قال له هاري كين عنده مباراه خاصه مع لوفرين، لاعب ليفربول، فبالتالي هم عارفين بعض من الدوري الانجليزي، لكنه متفائل بالمباراه. Of course Mr. Rob, you will watch the game against Croatia and you hope of course that England will qualify to the final. Who do you want to qualify from the other side, Belgium or France? Oh, yeah, that is a really, really difficult one because I think if you look at the whole of the World Cup, I think that Belgium and France have been the teams who have a complete team of really good players. The rest of the teams, Portugal, you have Cristiano Ronaldo, Argentina, you've got Messi. If you look at Germany, they have a couple of players who are really world-class. But they don't have a full team of really good players. France and Belgium do. So, really, it's a tough one. I think Belgium will beat France. Belgium will beat France. I think Belgium will beat France because they've got the momentum now. And they seem to have, with Fellaini on the midfield, they have a little bit more fighting and winning the ball. And Mbappe, it's about time that he starts getting into the games. Griezmann is top class. And I think I think when it comes down to looking at the Belgium team, with so many good players, when you're looking at Hazard, you look at Lukaku, you know, there's just also so many great players as well. So I think, looking at it, I think that Belgium will just have that little bit of an edge. I don't think there'll be a lot of difference in goals. It could be 3-2, it could be 2-1. But I really think Belgium will win it. And hopefully it'll be a Belgium England final. طبعا سألته على تتمنى مين لو المنتخب الإنجليزي صعد للمباراة النهائية، مين اللي ممكن يكسب ما بين فرنسا وبين بلجيكا؟ قال لي إن المباراة تبقى قوية جدا جدا جدا، الفرقتين اللي عندهم كمال في كل الخطوط اللي بيلعبوا بيها في الدفاع وفي الهجوم. اتكلم على فرص منتخب بلجيكا أكبر من المنتخب الفرنسي، ومتوقع وصول المنتخب البلجيكي للمباراة النهائية. Mr. Rob, finally I want to talk about your player, Captain Hazim Imam. He was your player in Graafschap, right? Yes. Okay, and now he is in charge to choose the new head coach of the Egyptian national team. So please give him an advice so he can choose very good. Yeah, it's the thing what you always need to ask is what is the DNA from Egyptian football? Yes. I think you really need to know what type of a coach will be good for Egyptian football. Do you want an experienced coach who obviously knows a lot about football, he knows how to get the discipline and all them type of things? Or do you want a younger coach who is more innovative? Yes. And more fashionable, which is what is happening nowadays. You know, you've got a lot of coaches with laptop computers. It's different. So I think really they need to have a very good look at who they can have. I remember Ruud Krol. I think it was Ruud Krol. Was he the national team coach of Egypt? Yeah, no, we're talking about the last one or before? Yeah, no, Ruud Krol, I think. Now, the last one was Mr. Hector Cooper.
Yes. And we'll justify that. Yes. And what nationalities do you think that can be adapted with Egyptian football? Well, if you compare to Iran, as just an example, because I know Carlos Queiroz quite well. Yes. He is. He's brought something which. Let's just put it this way. He got the best out of the team which Iran had. Iran is, in my eyes, not so good as the Egyptian teams. Egyptian players are much, much better. Yes. But I think you need possibly something like a Portuguese. Or a Spanish, because you're very technical players. Yes, yes, 100% true, 100% true. Yeah. And I think that would be really good. The Dutch coach would also be really good. But the Dutch have not had the greatest of success in the last year with coaches in the English Premiership and in the German Bundesliga, that they've been sacked really quickly. Yes. But you need countries which really work a lot on the technical side of the team. Yes. Mr. Rob McDonald, thank you so much for your time and for your effort. And of course, we will have you next time to speak about the semi-final between England and Croatia. Thank you so much. كان معانا طبعا مستر روب ماكدونالد لاعب الانجليزي لاعب نيوكاسل ولاعب بي اس في ايندهوفن وكمان كان المدير الفني لفريق دي جراف شاب اللي كان بيلعب له الكابتن حازم امام. والسؤال الاخير اللي سالته ليه نصيحتك للكابتن حازم امام في اختياره للمدير الفني المصري القادم كونه واحد من اللعيبه اللي اتمرنوا تحت قيادتك. اتكلم في نقطتين مهمين جدا جدا جدا. اول نقطه طبعا ان هو يكون عنده درايه باللاعب المصري وبالكره الافريقيه. تاني حاجه انه يكون مدرب صغير في السن. حط تحتيها 100,000 خط، صغير في السن ده عنده طموح عايز يحقق انجازات، لكن مدير فني كبير في السن خلاص حقق اللي هو عايزه فبالتالي هياخد منتخب مصر كمحطه. قلت له ترشح مين من الجنسيات اللي ممكن تكون موجوده في تدريب منتخب مصر؟ قال لي انا اعتقد ان كبرتغالي او اسباني هم مدربين بيحبوا يلعبوا كورة، مع شخصية اللاعب المصري اللي بيحب يلعب كورة هتكون متناسقة جدا جدا. وكانت مكالمة مهمة جدا جدا مع مستر روب ماكدونالد واحد من أساطير الكورة الإنجليزية. وتابعنا وإحنا بنتكلم معاه اللي سجلها في مسيرته الاحترافية. الحمد لله بنقدر إن إحنا نجيب لحضراتكم مداخلات مميزة جدا، بشكر عليها بصراحة كل طاقم العمل اللي موجود، الأستاذ محسن وعمر البنوبي. ولسه مكملين مع حضراتكم في مداخلاتنا المميزة مع نجوم مختلفة عالمية. معانا الحكم الدولي المميز الحكم أورس ماير، الحكم يعني لقاءات كتيرة جدا هيتكلم عليها، لكن هو معنا على التليفون. مستر أورس، هاو ار يو؟ هلو. يب. هاي. ويلكم اون الأهلي تشانل. يس. ثانكس. Mr. Meyer, of course, I want to know your opinion about the referee's performance in the World Cup. Yeah. Do you think they are doing good? I think the most referees do their job really good. Yes. Yeah. In this World Cup, I think it was a good performance, yes. Not from everybody, but from the most of the referees. I think we can be proud about. The performance of the referee. Yeah. Okay. I will translate and of course I will ask you the second question. سألت مستر أورس ماير الحكم الدولي السويسري الشهير عن رأيه في التحكيم بشكل عام. قال لي بشكل عام التحكيم جيد، يعني بنسبة كبيرة المستوى كويس، لكن هسأله للسؤال الثاني عن تقنية الفار. مستر ماير، what about the VAR technique? Do you think that it's improved the game during the World Cup? It was useful for the referees and the national teams, or it was useless sometimes? Sometimes. I think it was sometimes, not every in every game. Because we have yesterday we have a quarterfinal, for example, with a Brazil game. It was a clear penalty, and everybody thought this was a clear penalty, and the video assistant, they don't give this penalty, and the communication, it doesn't work. So we have also other games with controversial situations.
So in some cases they works, in other cases they don't work. So So you are not happy. You are not happy with the VAR at this World Cup, or you are happy with it? No, I think in some cases they help the referee, but in other situations they don't help the referee. We have, for example, we have two or three situations with handball. The referee makes the right decision, and the VAR gives the wrong decision. We have also yesterday in the quarterfinal, we have a clear penalty for Brazil, and the video assistants don't insist this penalty. And also in the game, for example, Switzerland against Serbia, it was a clear holding. Yes. And the VAR, it doesn't work. So we have some good situation, but we have a lot of bad situation in this case. And my opinion is we have to work on it on this VAR. It can be useful, but it wasn't useful in all situation in the World Cup. سألت على تقنية الفار، هل أنت راضي عنها ولا لا، وهل هي مفيدة لبعض المنتخبات والفرق ومضرة لبعض المنتخبات والفرق؟ قال لي في بعض الأوقات بتنفع وبعض الأوقات فعلا بتضر. وعلى سبيل المثال اتكلم على مباراة سويسرا وصربيا، إن كان في ضرب الجزاء واضحة جدا للمنتخب الصربي، وإن تقنية الفار لم تعمل أيضا في مباريات تانية زي مباراة امبارح حصل فيها ركل الجزاء والفار لم تحتسبها. وبالتالي هسأل السؤال التاني. Mr. Mai, do you think that the referee from between himself after he going to see the VAR on the plasma, do you think that after he said penalty or not and he go check it? Yesterday, for example, in this game, Brazil against Belgium, yeah, of course, the referee has to go to the television. He has to go to check it. And then when he saw that it was a clear penalty and the ball was in the field of play, it was not outside, so he has to give a penalty, of course. But Mr. Mai, sometimes I see that the referee, if it's really penalty and the VAR said penalty and he don't want to be a penalty, he will do this between himself. He will say no, I will not say yes, it's penalty, and after that I will say no, it's not penalty. I'm thinking like this. I don't know if it's right or wrong. Yeah, I think the first thing is the referee on the field is the chief. He has to give the decision. If it is not sure about this decision, he has to go outside and go to watch television. And after them, he has to give the final decision. It's penalty or not penalty. But it's the referee, not the video assistant in Moscow. اوكي. سالته طبعا على قرار الحكم لما بياخد ركله الجزاء، بقول له بحس في بعض الاوقات ان الحكم لما بيروح يبص على الشاشه وهو واخد قرار كده الفار مش بيغيره. فقال لي طبعا يعني في الاول وفي الاخر ده قرار الحكم، فهو اللي بيكون مسؤول عنه. مستر ماير، ذير واز ان ايجيبشن ريفري، كابتن جهاد جريشا واز ذا ريفري اوف انجلاند اند بنما in the group stage. Do you watch him, or do you think that he did a good performance? I think he made a good performance. Yeah, of course, it was one situation in the beginning of the game. I think he missed a penalty in this moment, and also in this moment the video assistant has to help him in this situation. But the video assistant he doesn't help him, and that's. For me, it's like an airbag in the car. The airbag is the video assistant. He has to help this referee in this situation. He doesn't help the referee, but he makes a good performance, of course. Yes, the Egyptian referee. Yes. سألت على كابتن جهاد جريشة ومستواه في مباراة إنجلترا وبنما. قال إنه أدى بشكل كويس. يمكن كان في خطأ في بداية المباراة وتقنية الفار لم تساعده. Mr. Maya, tell me about your memories in the World Cup 2002 and the semi-final. Yeah, semi-final, Germany versus South Korea. Yes, yes, of course, 2002. Yeah. There are not many
not many situations, the difficult situation. It was one situation, penalty or not penalty with Neville. In the first half time, I gave no penalty, and there was the correct decision. Yes. And then I gave a second yellow card for Balak, and Balak was missed the final in this case. Yeah, but I think it was the last time in the World Cup history that a player missed the final because of a yellow card. Yes. And after them, they changed the rules, and I think this is a good. Decision that we change the rules. Yes. Now that players now miss the final because of a yellow card. Yeah. Yes. Mr. Oshmar, thank you so much for your time, and of course we will having you very soon on Al Ahli TV. Thank you so much. مستر أورسمايل الحكم الدولي السويسري الحكم طبعا قبل نهائي في ألمانيا وكوريا الجنوبية في 2002 وتكلمت معاه على آخر سؤال احكي لي عن ذكرياتك في المباراة القبل النهائية اللي حكمت ليها منتخب ألمانيا وكوريا قال لي ديت بالك كارت أصفر واتحرم من المشاركة في المباراة النهائية وبالتالي خلاص بعد كده غيروا القانون أن أي لاعب بيصعد لدور النهائي أو قبل النهائي وهو معاه إنذار قبل كده بيتم إعفائه من الإنذار كده يعني كنا مع حضراتكم في الأخبار دخلات مهمين جدا مع نجوم في الكرة العالمية قالوا لنا رأيهم عن المباريات وعن التحكيم وإن شاء الله كل يوم هيكون معنا كل جديد في الأخبار والمداخلات وبشكر تاني طاقم الإعداد والعمل على توفير مداخلات مع نجوم عالمية الحمد لله بنجتهد وبنقدر نجيب يعني على قد ما بنقدر نجوم عالمية مش هتقدروا تسمعوها غير على قناة الأهلي في المونديال نروح لفاصل سريع ونرجع نستقبل مع حضراتكم ضيفي وضيفكم الأستاذ سامر عبد الوهاب الناقد الرياضي بالأخبار اهلا بحضراتكم من جديد في المونديال على قناة الاهلي والجزء الثاني من الحلقة اللي بيشرفني وبينورني في الاستوديو الاستاذ تامر عبد الوهاب الناقد الرياضي بالاخبار ازي حضرتك اهلا بيك يا كابتن اهلا بيك الحمد لله بخير ربنا يعزك ربنا يخليك طبعا تابعنا لقاء كرواتيا وروسيا واللي انتهى بضربات الجزاء للمنتخب الكرواتي 4-3 وايضا قبلها مباراة انجلترا والسويد واللي انتهت بفوز انجلترا 2-0 طبعا مبدئيا اي سؤال بساله لضيوفي الاعزاء هو رايك في بطوله كاس العالم بشكل عام تمام طبعا البطوله دي ليها مظاهر كتيره مختلفه عن البطولات اللي قبل كده طبعا احنا شفنا اختفاء ظاهره النجم الاوحد في المنتخبات اللي هي لغايه دلوقتي ما زالت موجوده في الانديه شويه زي ما احنا بنشوف ريال مدريد وبرشلونه وتفوق كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على باقي اقرانهم اللعيبه في كل جميع انديه العالم ف لكن البطوله دي اللعب الجماعي فيها هو اساس الانطلاقه بتاعه المنتخبات اللي هي حتى اللي ظهرت ووصلت لغايه دلوقتي زي منتخب بلجيكا منتخب كرواتيا اللي لسه فايز من شويه على روسيا وصحيح المنتخب الروسي يعني المرحله اللي وصلها لغايه دلوقتي كانت تعتبر انجاز كبير جدا بالنسبه له لما مقارنه بما نتفرج على مستواه ومبارياته الودية اللي لعبها قبل المونديال كان بعيد تماما جدا وكانت الترشيحات حتى كانت لمصر والسعودية وكانت في توازن في الترشيحات للمجموعة كلها الأربع فرق في المجموعة بتاعتنا لكن طبعا احنا ما قدرناش ندخل في المجموعة اللي هي تتأهل لدور 16 وعموما أنا شايف أن كرة القدم رغم أن في شوية ملحوظات على العدالة التحكيمية في مونديال روسيا بسبب تقنية الفيديو كده واستخدامها امتى مع الفرق الكبيرة والفرق الصغيرة بيتم تجاهلها وتجاهل مطالبها وحقوقها في المباراة لكن انا شايف ان الكرة بتعدل بتدي العدل النهاردة زي ما احنا شفنا ووصلت كرواتيا للنصف نهائي المونديال رأيك في منتخب مصر؟ منتخب مصر طبعا بصراحة هو لا فترة الاعداد ولا اداؤه في المونديال كانت يعني كانت تقريبا خارج الاطار اللي هو المظبوط اللي كان المفروض طبعا طبعا احنا عارفين شفنا مستر كوبر بقالنا سنين بنطالبه ان هو يبقى عنده خطط بديله احنا مش الاعتراض مش على ان فكر المدرب ان هو احنا شفنا روسيا
بطرق دفاعية وصلت لدور الثمانية في المونديال. بنشوف أندية برضو بتلعب بالطريقة دي، بتلعب بس يكون عندها الأدوات اللي هي تنجح خطتك دي. أنت مستر كوبر كان بيعتمد قوي على الخطة الدفاعية، لكن هو في قصور في اللي عندنا في الدفاع، وأحيانا اللعيبة بتفقد تركيزها في لحظات، فممكن تفقد مباراة، تخسر مباراة، تخرج من بطولة. لكن ده طبعا بيفرق بقى على حسب رؤية المدرب. طبعا احنا ما قدناش ما نستحق عليه، وطبعا انا بلوم برضو اتحاد الكرة لانه هو خرج بقى بشماعة ان روسيا وأورجواي قدروا يتأهلوا لدور الثمانية، فمعنى كده ان احنا كنا في مجموعة صعبة، لكن دي مش حقيقة كاملة يعني. طبعا ولو في حد بقى ليه يعني حق ان هو يعترض يبقى المنتخب السعودي، اللي هو جاب على الاقل ثلاثة بونت فاز علينا، وجاب ثلاثة بونت كان ممكن يتأهل لو قدر يفوز في ماتش كمان. من المنتخب السعودي لليل المنتخبات العربية، رأيك في أداء المنتخبات العربية، منتخب السعودية، منتخب تونس، منتخب المغرب؟ والله أنا شايف أن منتخب بصراحة مصر والسعودية وتونس كانت مشاركات ضعيفة جدا في المونديال. هو تونس عندها 3 نقاط، السعودية 3 تمام نقاط. هي برضو فازت على منتخب بنما، منتخب لسه بيلعب أول مرة كاس عالم، يعني برضو يعني لدرجة أن هم الشعب البنمي كان مجرد تسجيل هدف في مباراة انجلترا كان مصدر فخر وسرور ليهم، لان هي دي اول مشاركة ليهم، ومجرد ان هم بيسجلوا تواجدهم في البطولة. لكن مش معقول ان منتخب تونس اللي هو بيشارك للمرة الرابعة في المونديال يعني يبقى يظهر بالشكل دوت ويتغلب. هو طبعا كان عنده سوء توفيق في اول مباراة ليه مع انجلترا، واتغلب في الوقت بدل الضايع، لكن برضو كانت اجمالي المشاركة ما كانتش بصراحة. منتخب مغرب طبعا منتخب المغرب هو كان يعني هو كان بصراحة الـ يعني البسمة الوحيدة العربية الموجودة على الأقل في الشكل وفي الأداء اللي هو قدمه داخل في المباريات اللي لعبها. طبعا خسر أول مباراة قدام إيران، وهي دي اللي أثرت عليه في فكرة بقائه، لذلك هو حتى لعب الماتش الأخراني مع إسبانيا بدون روح أو بدون رغبة، إلا مجرد أنه إثبات وجوده وأنه هو ينهي مشاركته في كاس العالم بشكل كويس. اخذ حضرتك من المنتخبات العربيه للمنتخبات الافريقيه ومنتخب السنغال ونيجيريا، شايفهم ادوا ازاي؟ طبعا هو الاثنين بصراحه الاثنين قدموا طبعا مهمه نيجيريا كانت اصعب شويه لان هي كانت في مجموعه اقوى شويه مع الارجنتين وكرواتيا، لكن منتخب السنغال كانت مجموعته متوازنه، وهو قدم يعني حقيقه مباريات كويسه جدا. هو فرط لو كان قدر يحافظ على فوزه في المباراة الثانية قدام اليابان كان ممكن يقدر يوصل لدور 16، وجايز كان يوصل لأبعد من كده. تفسير حضرتك لغياب كرة أمريكا الجنوبية عن قبل نهائي المونديال، هل ده ليه تأثير من حيث أن الأندية في الدوريات الكبرى بدأوا يعتمدوا على اللاعب الأوروبي أكتر من اللاعب الأمريكي الجنوبي اللي كنا بنشوفه زمان موجود؟ تمام. هو أنا أقول لحضرتك هي من عيوب الكرة، كرة أمريكا الجنوبية، اللي هي اللعب على المظهرية شوية يعني والمتعة واللمسات الجمالية، وده أحيانا مع كرة القدم الواقعية بقى اللي هي بتعتمد على المجهود واللعب الجماعي وكده مش ممكن تدي مردود كويس. وده طبعا اللي احنا شفناه السنة دي، منتخب الأرجنتين منتخب أنا بعتبره أنه منتخب يعني كان ميت وجابوه يشارك في المونديال، لأن هم أعمار كبيرة جدا، جايز تكون الدوافع قليلة جدا عند كل اللعيبة، كان من أكتر الفرق، كان أكبر فريق في المتوسط الأعمار. فأعتقد أنه هو مردود طبعا أورجواي احنا ما نقدرش نطلب منها أكتر من اللي هي عملته، يعني يعتبر برضو تأهلها لدور الثمانية. صحيح هم كانوا عايزين يوصلوا لأبعد من كده، لكن مقارنة بنتائجهم في بطولات الكاس العالم اللي فاتت فهو وصوله لدور الثمانية كويس جدا. أما البرازيل والأرجنتين فأنا وأورجواي أنا بتكلم أورجواي وصولها لدور الثمانية كان يعتبر طبعا كويس مقارنة بتاريخها اللي هو في السنين الأخيرة. أنا بتكلم عليك أن كله خرج يعني للأسف كنا لا هو أصلاً هقول ما أنا قلت حضرتك الأرجنتين الأرجنتين حضرتك قلت لي ميت. ميت. والبرازيل لعب مظهري شوية، خصوصاً أن هم حتى حصل هجوم كتير قوي على نيمار النهاردة في الجرايد البرازيلية، وأن هو بيعتبروه أن هو بيقتل اللعب الجماعي بتاع المنتخب بتاعهم بطريقته اللي هي ان هو بيحاول هو يبقى يظهر او هو اللي يفنش الهجمه او هو اللي ياخد الشو الاعلامي في حته التمثيل الكتير برضو كمان في اللعبات مشتركه مع لعيبه الفرق المنافسه طبعا بتموت حلاوه اللعب يعني. طيب معانا على التليفون المدير الفني للمنتخب التونسي الكابتن الكبير الكابتن نبيل معلول. كابتن نبيل برحب بحضرتك على قناه الاهلي.
الو. طيب واضح ان في خطا حصل في الاتصال. كمل مع حضرتك لحد ما الكابتن نبيل يرجع لنا تاني على تليفون. طبعا كابتن نبيل. كابتن نبيل واضح ان في مشكله في الصوت، مش سامعين اي كلام من الكابتن نبيل، لكن هكمل مع حضرتك وهرجع لك تاني لحد ما يكون معانا على التليفون. طبعا مداخله مهمه جدا عشان يعرف طبعا يعني تقييمه على الفتره السابقه للمنتخب التونسي في بطوله كاس العالم. تمام. يعني هكمل مع حضرتك قاره اوروبا وتفوقها وهيمنتها على الكره العالميه. في اربع منتخبات اوروبيه موجودين في السيمي فاينل. شايف وجود اربع منتخبات اوروبيه ده معناه ايه؟ ان خلاص الكره الاوروبيه هي المسيطره وهي المهيمنه دلوقتي خلاص؟ زي ما قلت لحضرتك ان هو معظم الفرق اللي وصلت قبل النهائي بتعتمد على اللعب الجماعي. لو في البطوله الحاليه انت هتلاقي حضرتك بلجيكا، فرنسا، كرواتيا، انجلترا، كلهم بيلعبوا على اللعب الجماعي. ففكره بقى ان هي ان احنا بنقول اوروبا هي برضو مش مفاجاه، لان دي المره الخامسه على مدار في خلال ال 20 نسخه اللي فاتوا، دي المره الخامسه اللي يحصل فيها ان يبقوا الاربع فرق اللي في الدور نصف النهائي يبقوا من اوروبا. كان اخرها مونديال 2006 في المانيا، برضو كانوا اربع فرق في الدور ابنائي. وانا بعتقد هي انت تعرف حركه، هي اصل الكوره دلوقتي ومحور الكوره كله بيدور في اوروبا. طبعا معظم الرياضة الاقتصادية دلوقتي متوجهة في أوروبا، معظم الأندية الكبيرة البطولات. نرجع للكابتن نبيل معلول. كابتن نبيل هلا بيك. هلا بيك كابتن، أخبارك أخويا؟ إزاي حضرتك، كله تمام؟ والله بخير، أهلا بيك. طبعا منور قناة الأهلي، وطبعا تحياتنا للأشقاء التوانسة وتحياتنا طبعا لحضرتك. لكن عايز أعرف من حضرتك تجربة حضرتك مع المنتخب التونسي وتقييمك ليها في بطولة كأس العالم الأخير. والله بالنسبة لي نحن شوف معناها كتقييم موضوعي كانت مشرفة للمنتخب التونسي، يعني لعبنا خبات وهذا قلته أنا يمكن من القرعة من يوم 2 ديسمبر، أن القرعة صادفتنا في جيلين متميزين حاليا، ألا هو المنتخب البلجيكي والمنتخب الإنجليزي اللي لعبوا في كورة عصرية جدا في السنوات الأخيرة. المباراة اللي لازم نفوز بها فزنا بها، لعبنا الند ضد منتخب إنجليزي اللي سجل لنا هدف تقريبا في دقيقة 92 أو دقيقة 93 اللي فاز بها في المباراة. كنا في بعض فترات المباراة أحسن منه. منتخب البلجيكي بصراحة معناها أفضل منا بمراحل، استطاع يفوز علينا بنتيجة عريضة، وهذا معناها الخطأ اللي ممكن نتحمله أنا، لأنه نتيجة منتخب إنجلترا خلتني نفتح شوية اللعب ونضغط عالي على المنتخب البلجيكي. لكن لما يكون هناك مهاجمين على مستوى عالي جدا مثل لوكاكو، ميرتينس، وهازارد، واحسن صانع العاب حسب راينا الشخصي حاليا في العالم اللي هو دي بروين، صعب انك تلعب بضغط عالي. المباراه الثالثه اللي كان بامكاننا نفوز بها فزنا بها. ممكن لو كان النتيجه المباراه الاولى ضد بنما ممكن كانت النتيجه تكون اثقل بالنسبه للمنتخب التونسي، لكن الحمد لله رجعنا بثلاث نقاط. ممكن افضل ثاني مشاركه للمنتخب التونسي بعد 78، سجلنا 5 اهداف، هذا شيء ايجابي لاول مره بالنسبه المنتخب العربي أن يسجل 5 أهداف في كأس عالم. نعتبرها أنا يعني مرضية بالنسبة للمنتخب التونسي، ولو كنا نطمح الأفضل. كابتن نبيل، المشوار القادم لحضرتك مع المنتخب التونسي واستعدادات حضرتك لتصفيات الأمم الأفريقية في المجموعة اللي بتقع فيها مصر مع تونس في المجموعة. والله معناها لعبنا مباراة واحدة وحيدة احنا منذ سنة تقريبا في شهر جون الماضي، فزنا بها على المنتخب المصري. طبعا ان شاء الله باذن الله المنتخب التونسي والمصري يسعدوا مع بعض، لانه يعني حاليا المنتخبين الاثنين يسعدوا، وملحين تبدا يعني تحضير امم افريقيا القادمه، لانه باش تدور بعد سنه، ملحين يعني على المنتخب التونسي على المنتخب المصري يجهزوا نفسهم، لانه المنتخبين الاثنين عندهم كل مهدات النجاح، عندهم لاعبين على مستوى عالي جدا اللي يقدروا ينافسوا بها في بطوله افريقيا القادمه باذن الله. هل كابتن نبيل يوسف المسكني اثر مع المنتخب التونسي في بطوله كاس العالم؟ والله في في في, في جمله واحده، يعني غياب يوسف المسكني على المنتخب كانه محمد صلاح غايب على المنتخب المصري، نفس الشيء. نفس القيمه، نفس الشيء بالنسبه لنا احنا. يعني يوسف معناها ركيزه كبيره من ركائز المنتخب التونسي. يوسف يعني في مباريات تاهل كاس العالم
كان مشارك في 80% تقريبا من الاهداف اللي سجلها المنتخب التونسي سواء بالاسيست او بتسجيل الاهداف، معناها لاعب صعب انك تقدر تعوض. واضف الى اصابه يوسف المساكي زادنا اصابات اخرى في الخط الامامي، الخنيسي ايضا اصيب ما كانش معانا، شفت ان وهبي الخازري ما شارك الا في مباراه انجلترا شهر كامل ما لعبش ولا مباراه، هذه اثرت علينا شويه نوعا ما خاصه في التنشيط الهجومي بتاع المنتخب التونسي. يمكن حضرتك يعني هتكلم مع حضرتك على الصحافه التونسيه، يمكن حضرتك قلت في تصريح لعيبه منتخب مصر افضل من لاعبي منتخب تونس يعني وجود محمد صلاح في ليفربول، فالصحافه التونسيه ما عجبتهاش الموضوع فبدات بالهجوم على حضرتك، يا رد فعل حضرتك في التعامل مع الصحافه التونسيه بعد الهجوم. والحقيقه تزعل ليش؟ عندنا لاعب احنا يلعب في ليفربول وعندنا لاعب يلعب في ارسنال، افضل لاعب هنا يلعب في ران، يعني ران متوسط دوري فرنسي متوسط جدا يعني الدوري الفرنسي مقارنه بالبريمير ليج، يعني والصراحه ليش تزعل؟ معناها انا بالنسبه لي انا محترفي المنتخب المصري افضل من المنتخب من منتخبين المنتخب التونسي لانه يلعب في فرق اكبر وفرق احسن. والقدره التنافسيه هي اللي تخلي اللاعب يتحسن اكثر وهي اللي تخليه يطور نفسه، يعني الحقيقه ما تزعلش. لا مظبوط يا كابتن طبعا. بالنسبه لنا احنا لازمنا نطوروا نفسنا نطوروا روحنا، واذا كان منتخب تونسي يحب يمشي لقدام في المحافل الدوليه لازم يكون اكثر عدد عنده من اللاعبين المحترفين في فرق محترمه، مش محترفين فقط، هذا في احتراف وفي احتراف. معناها لما تكون فرق انت ليش الفرقه معناها متقدمين علينا في السنوات الاخيره في كاس العالم ولا في البطولات الافريقيه؟ لانهم محترفين في يعني فرق عالميه تلعب كل اسبوع تشامبيونز ليج. ليش محمد صلاح متميز عن الناس الاخرى حاليا؟ لانه يعني كل اسبوع يلعب تشامبيونز ليج ويلعب في افضل دوري في العالم. هذا اللي يخلي اللاعب يعني يتحسن ويطور نفسه. كابتن نبيل مستمر مع منتخب تونس ولا حضرتك بتفكر في مشوار جديد؟ ان شاء الله ان شاء الله اللي فيه الخير ربنا يسهل فيه ان شاء الله. طيب عندنا سنه صعبه امامنا بس نحاولوا فيها انه نقوموا يعني ب طبعا تحذيرات جديه لانه المنتخب التونسي باش يكون مراهن كبير على البطوله الافريقيه القادمه باذن الله. كابتن نبيل عايز اخد حضرتك لمنتخب مصر، واكيد حضرتك تابعت تجربه منتخب مصر في كاس العالم بعد غياب 28 سنه. هل حضرتك شايف ان منتخب مصر ادى بالشكل الجيد ولا غياب 28 سنه عن المونديال كان في نقص خبرات للاعبي منتخب مصر اول مره يشاركوا في مونديال كاس عالم وبالتالي كان بالمنظر السيء اللي احنا شفناه كجمهور مصري وما كناش نتمنى ابدا الخروج من المونديال بهذا الشكل؟ كان بالامكان افضل مما كان بدون ادنى شك بالنسبه للمنتخب المصري لانه يعني يملك في صفوفه لاعبين على مستوى عالي جدا. ممكن العتب الوحيد انا اللي عندي يعني السيد هكتور كوبر ما نوعش في تنشيطه، ما نوعش في لعب المنتخب المصري لانه عنده لاعبين قادرين باش يصنعوا اللعب، قادرين باش يفرضوا نفسهم، عنده لاعبين على مستوى عالي جدا بقى في نفس التركيبه او نفس التنشيط الدفاعي والهجومي يلعب به مباريات المؤهلة لكأس العالم. كأس العالم مباريات أخرى صراحة، معناها المنتخب المصري حسب رأيي أنا الشخصي، هذا رأيي أنا الشخصي، جات لي مجموعة ممكن كان بإمكان المنتخب المصري يمشي للدور الثاني. ممكن هي الأضعف يا كابتن نبيل مجموعة مصر، هل هي الأضعف في كأس العالم بصراحة؟ لا 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 سوري، لا أنا أقول لك ممكن المنتخب المصري من أقرب المنتخبات العربية الأخرى الأربعة اللي كان بامكانه معناها باش يتاهل للدور الثاني، اولا بالمجموعه اللي عنده، ثانيا حسب رأينا الشخصي بالمجموعه اللاعبين اللي عنده بالمجموعه اللي كان موجود فيها. يعني ممكن نقول ان مستر هكتور كوبر امكانياته او طموحاته لا تتناسب مع امكانيات لاعبي منتخب مصر؟ لا، فما حاجه لازم نعطي له الراجل حقه، هكتور كوبر رجع المنتخب التونسي المنتخب المصري عفوا كاس العالم بعد 28 سنه. مظبوط. يشكر على ذلك لانه قام بشغل كبير. تمام. المنتخب المصري لعب يعني بعد غياب ممكن ثلاثة بطولات افريقيه، لعب فاينل بطوله افريقيه وما كانش في افضل حالاته في الوقت ذاك، لكن رغم ذلك لعب فاينل نتاع بطوله افريقيه. ممكن ايضا اللي ما ساعدش السيد هكتور كوبر هو الضغط الكبير اللي كان على محمد صلاح، لانه الجمهور المصري والجمهور العربي الكل كان يترقب ممكن في محمد صلاح انه لوحده باش يقدر يشيل المنتخب المصري، وشفنا لا كريستيانو رونالدو قدر على ذلك، لا ميسي قدر على ذلك، لا اوزيل قدر على ذلك، يعني
كرة القدم ماشية أكثر في أكثر للجمعية أكثر منها للإنديفيدوال. كابتن نبيل، يعني أخذ حضرتك من نقطة منتخبات النجوم إلى المنتخبات الجماعية، شايف أن 2018 روسيا هي منصفة أكثر للمنتخبات الجماعية على حساب المنتخبات اللي بتعتمد على نجوم فردية؟ لا، الجماعية مهمة جدا، لكن الفردية زاد هي اللي تصنع الفارق. لكن لما تبني تنشيطك الدفاعي ولا الهجومي تبنيه على الجماعي، وبعدين اللي يعمل فارق الفرديات سوري معناها في الكلمه في كاس العالم هذه، ما عدا ممكن نيمار شويه نوعا ما من اللاعبين اللي نعرفوهم، ولا حد كان معناها في اوج العطاء ولا في افضل حالاته البدنيه والفنيه، لكن دائما المهارات الفرديه هي اللي تصنع الفارق في المنتخبات الكبيره. الجماعيه مهمه جدا، لكن الفرديات هي اللي تصنع الفارق. ما ينفعش يكون معاك كابتن نبيل معلول وما اسالوش عن رايه في مباريات دور قبل النهائي ما بين منتخب فرنسا وبلجيكا وايضا منتخب كرواتيا والمنتخب الانجليزي. والله انا ممكن الكره انصفتني شويه نوعا ما، لانه مباشره بعد مباراه تونس وبلجيكا ومباراه تونس وانجلترا قلت انه المنتخبين هذوما باش يمشوا لبعيد، لانهم عندهم كل ممهدات النجاح. اولا لسببين اثنين، ثانيا افضل جيل بالنسبه للمنتخب البلجيكي منذ ان عرفنا المنتخب البلجيكي في كره القدم، و80% من المنتخب البلجيكي يلعب في البريمير ليج، ونعرفوا ان البريمير ليج من افضل البطولات في العالم، يعني تقريبا كلهم يلعبوا في فرق اللي تشارك في الشامبيونز ليج وتشارك في الاوروبا ليج، يعني اعلى مستوى في كره القدم، هذا يخليهم من افضل اللاعبين. ثاني حاجه كل اللاعبين اللي موجودين في المنتخب الانجليزي يلعبوا في البريمير ليج. مظبوط. البطوله هذه يعني خاصه انه العقليه تغير في انجلترا، يعني بقدوم هالمدربين الكبار خاصه راهو مش من محض الصدفه، هذه مهمه جدا. ممكن مقضي قلت هنا سنه 2014 هم شويه ناس هكا سخرت مني، قلت انه جوارديولا هو كان السبب وراء حصول اسبانيا على كاس العالم 2010، وفلسفه جوارديولا الكرويه هو اللي كان وراء حصول المانيا 2014، وممكن انجلترا باش تلعب الادوار الاولى لانه جوارديولا غير نظره الانجليز. تعرف انت الانجليز هما اللي جابوا الكوره، هما اللي صنعوا الكوره بالنسبه اليوم، يعني ما يحبوش يغيروا عقليتهم، لكن في السنوات الاخيره هذه جوارديولا خلاهم يغيروا فلسفتهم الكرويه واعطاهم طابع جديد بالنسبه لكل الفرق الانجليزيه. توقع حضرتك مين يفوز ببطوله كاس العالم؟ سؤال صعب انا عارف، بس معلش بلجيكا اقرب واحد، بلجيكا اقرب واحد، معناها اذا كان نحكي جماعيا ومهاريا، لانه في نفس الوقت مارتينيز عرف كيفاش يعمل خلطه متميزه جدا بين خطه تكتيكيه، وهذا الشيء المتميز. انت شفتوا يعني شو اللي عمل الفرق في مباراه بلجيكا والبرازيل البارح، فما فريق جماعي متوازن عنده انديفيدوال لاعبين مهاريين متميزين اللي هو بلجيكا، لكن متميز اول مره يغير الطريقه التكتيكيه نتاعو من بدايه الدوره الى حد الان، لعب على حسب نقاط قوه المنتخب البرازيلي، عرف كيفاش يوقفها، دخل فيلاين يلعب وسط ميدان اول مره يلعب كاساسي، وشال المهاجم اللي هو ميرتينس اللي كان يلعب تحت لوكاكو، هو وهازار تحت لوكاكو، عبى خط وسط الميدان، عرف كيفاش معناها يعزل الخط الامامي اللي متكون من خاصه هي يعزل نيمار وكوتينو على بقيه اللاعبين الموجودين في خط وسط الميدان، وفي نفس الوقت عرف كيفاش يستغل البطء اللي موجود في الخطوط الخلفيه، لعب تقريبا مهاجمين اثنين اللي هما لوكاكو وهازار اول مره، وهذا الشيء اللي صنع الفارق. معناها حنكة المدرب ممكن المحللين يشوفوا فيهم ما عطاوش حق مارتينيز كما يلزم، لكن هو اللي البارح كان وراء صنع الفوز المنتخب البلجيكي على المنتخب البرازيلي. كابتن نبيل معلول المدير الفني للمنتخب التونسي، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا على قناة الأهلي، وطبعا أسئلة جاوبت عليها خاصة بالمنتخب التونسي وأيضا بالمونديال بشكل عام، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. مكالمة مهمة جدا جدا طبعاً. أعتقد يعني بشكر تاني طاقم الإعداد أكيد. طبعا الأستاذ محسن وعمر وأحمد شهاب على المجهودات الرائعة دايما بيقدموها في قناة الأهلي، والحمد لله يعني بنحاول نجيب للمشاهدة أستاذ تامر كده يعني حاجة مش بيعرف يشوفها غير فعلا في قناة الأهلي طبعاً. قناة النادي الأكبر في أفريقيا وفي مصر. أرجع أكمل مع حضرتك على مباريات قبل النهائي، عندنا مباراتين، مباراة إنجلترا وكرواتيا ومباراة فرنسا وبلجيكا. كابتن نبيل بيرشح بلجيكا للفوز بالبطولة، أنا ممكن أرشح منتخب فرنسا بصراحة ان هو يفوز في مباراة بلجيكا، انا شايف ان امكانيات فرنسا قوية جدا، عنده نص ملعب قوي جدا جدا، عنده اثنين لعيبة بس واحد بوجبا وكانتي، كانتي ده بيقدر يغطي مساحات، كان معاه مداخلة
مع احد المرافقين لبعثه فرنسا قال ان كانتي بيلعب من بوكس للبوكس الثاني في نفس الهجمه المساحه. ايوه فراي حضرتك ايه؟ هل بلجيكا تقدر تفوز وتصعد لكاس عالم اول مره في تاريخها ولا فرنسا بالامكانيات الرهيبه؟ والله هو انا معاكم مع الكابتن نبيل معلول، يعني انا قصدي ان اللي هيكسب الطرف اللي هيكسب في مباراه فرنسا وبلجيكا اعتقد هو اللي هيتوج بكاس العالم. يعني هل حضرتك شايف ان ديشام ممكن نقول ان هو مدرب فنيا اقل من امكانيات المنتخب الفرنسي؟ هو انا هقول لحضرتك حاجه، هي الاختلافات الفنيه دي طبعا لو جبت اي مشجع او اي مدير فني ممكن يختلف مع اي مدير فني في رؤيته او في الخطه اللي هو بيلعب بيها، فلازم هيبقى في اختلافات. اهم حاجه ان المدرب يكون بيحقق التارجت اللي هو حاطه او الهدف اللي هو عايزه ان هو يوصل نهائي، يوصل ياخد الكاس. فديشامب لو قدر يوصل نهائي ويكسب الكاس يبقى هو الصح. يعني في طبعا انتقادات عليه والصحف الفرنسيه والفرنسيين بينتقدوه نفسهم، لكن هو ماشي في طريقه ووصل لغايه قبل النهائي ولسه هنشوف في المشاركة. هل حضرتك مع المدير الفني اللي بيحب يبعد بالمشاكل عن اللعيبه ويخليهم مركزين طبعا، ولا ان هو يحتوي اللاعب على سبيل المثال كريم بنزيما؟ كريم بنزيما زي ما حضرتك عارف عنده مشاكل ما بينه وما بين المدير الفني. تمام، كان ممكن يحتويه، كان ممكن ان هو يضمه للمنتخب ويشوف هل هو فعلا هيستجيب للطبطبه او للكلام الايجابي ولا هيتمرد وهيفضل في مشاكل ما بينه وما بين ديشام. ديشام فضل ان هو يستبعده تماما ويستكفي بالمجموعه اللي موجوده في جيرو في مركز راس الحرب. هل حضرتك مع المدير الفني اللي بيبعد بالمشاكل ولا المدرب اللي بيحاول ان هو يعني يحتوي اللاعب؟ لا طبعا، هو لو عنده قدره ان هو يحتوي لاعب عنده مشكله او عنده، بس هو الواضح ان المشكله بين ديشامب وبين بنزيما مستمره بقالها من يورو 2016 برضه استبعده وبعدين ضمه تاني بعد ما البطوله خلصت في مشوار التصفيات، لكن برضه هو رجع. فهو شكل ديشامب مش مقتنع بقدرات بنزيما، رغم ان هو بنزيما برضه كان السيزون اللي فات دوت تحديدا في النص الاولاني ليه كان مستواه متراجع جدا، وهو صحيح ابتدى يستعيد شويه من مستواه وحسيته التهديفيه في النص الثاني وقدر يساعد ريال مدريد ان هو يوصل نهائي تشامبيونز ويكسب بطوله اوروبا، لكن دي رؤيه برضو. انا بقول لحضرتك في النهايه المدير الفني الصح هو اللي بيحقق الهدف اللي كان حاطه قبل ما يدخل بطوله او قبل ما يدخل مباراه او كده. اكتر حاجه بتميز فرنسا واكتر حاجه بتميز بلجيكا تمام في المباراه اللي جايه، ايه اللي ممكن لو ده نجح في فرض اسلوب معين ممكن يفوز بيه، وفي نفس الوقت بلجيكا ايه اكتر حاجه لو نجحت ان هي تنفذها؟ هو للمصادفه ان التشابهات بين الفرقتين متقاربه جدا. يعني منتخب فرنسا نص ملعبه اقوى من نص ملعب منتخب برضو نص ملعب فرنسا برضو بلجيكا قصدي، في دي بروين وهازارد ناس برضو بتقدر تمشي وفيتسل ايوه ميرتنز فلاي لا ما انا بتكلم يبقى وفرنسا برضو نفس الحال. فانت انا اعتقد ان هي هتبقى مباراه تكتيكيه في المقام الاول وممكن يعني ما يبقاش فيها اهداف كتيره وممكن تمتد لغايه وقت اضافي وركلات جزاء، بس انا شايف ان هي ممكن تكون فرص فرنسا ارجح قليلا. انا متفق معايا فرنسا هي علشان فرق الخبرات، يعني انا شايف ان الخبرات شويه عند لعيبه فرنسا ممكن تكون اكتر شويه. طيب مباراه انجلترا كرواتيا مباراه قويه جدا، مباراه فيها يعني طابع تكتيكي المنتخبين. تمام، ممكن نقول ان بالذات منتخب انجلترا منتخب صغير في السن مع مدير فني جه بالصدفه. تمام، اول مره يصعد بمنتخب انجلترا لدور قبل النهائي من 28 سنه. وبالتالي عنده دوافع، عنده لعيبه عارف يسيطر عليها، وفي نفس الوقت عارف يستغل امكانيات لعبته. 10 اهداف في المونديال انجلترا سجلتهم منهم 7 من كرات عرضيه. تمام، منتخب كرواتيا في دور 16 ودور الثمانيه لعب 120 دقيقة. هل ده ممكن يأثر على المنتخب الكرواتي بدنيا أمام المنتخب الإنجليزي؟ طبعا الجزء البدني، طبعا كرواتيا تأثر كتير بالمباراتين اللي هم لعبتهم فيهم وقت إضافي تلعب مرة واحدة بس قدام بس أنا بتكلم هو المنتخب الإنجليزي زي ما حضرتك قلت إن هو بيمتاز بالكرات الثابتة سواء بقى كرات عرضية أو ركلات كورنية ركنية، يعني هو معظم أهدافه اللي جابها في البطولة السنة دي معتمدة على الكرات أو ركلات الجزاء كمان، يعني هاري كين جايب 3 أجوان من ركلات جزاء. فبس أنا شايف إن هي فرص كرواتيا
يعني لو بنتكلم على الكوره يعني ومعطيات الكوره، هي فرص كرواتيا ممكن تبقى احسن شويه. هل حضرتك شايف ان كرواتيا كمهاريا ممكن تتفوق على العامل البدني؟ اه طبعا. يعني يعني روسيا وكرواتيا شفنا المباراه انتهت 2-2، كرواتيا فشلت على الفوز على المنتخب الروسي، تمام، وصلت لركلات الجزاء ونجحت بركلات الترجيح، تمام. هل حضرتك شايف ان انجلترا ما عندهاش العامل الزياده اللي هو عامل اللياقه البدنيه مع عامل المهاره اللي موجود مثلا على سبيل المثال في اشلي يونج، في ديلي الي، تمام، نتكلم في ستيرلينج، ان ممكن ما يرجحوش كفه انجلترا، ولا مودريتش وكوفازيتش وراكيتيتش نص ملعب منتخب كرواتيا؟ اه طبعا قوي جدا يعني. اه طبعا منتخب كرواتيا، هو انا هقول لحضرتك، هي احنا برضو احنا في اختلافنا لما بنتكلم بنقول الفرق اللي هو النجم الاوحد، احنا طبعا المهاره الفرديه مطلوبه، لكن المهاره الفرديه امتى بتفرق؟ لما بيبقى يكون فريق متكامل او جنبك عناصر قويه تقدر تشيلك برضو في وقت من الاوقات. ففي الوقت دوت احنا بنقول ان مهاره فرديه اللاعب ممكن تفرق في نتيجه مباراه او ان هي تجيب فوز لفرقه او كده. لكن انا شايف ان مهارات وقدرات منتخب الكرواتي تقدر تخليه يعدي فعلا منتخب انجلترا، بس هو فكرة بقى هل هو يقدر يوقف، لان طبعا احنا عارفين منتخب الانجليزي معتمد على الكرات الثابتة والكرات العرضية، ودي اللي هي بتتميز جدا في البريمير ليج، بطولة البريمير ليج يعني هي دلوقتي هي اقوى بطولة، وهي برضو هي على فكرة اللي ساعدت منتخب فرنسا المرة دي ان هو يوصل، لان معظم لعيبة فرنسا برضو بيلعبوا في البريمير ليج. فارتفاع البطولة الدوري بتدي طبعا للعناصر بقى اللي هي بتبقى موجودة، سواء زي ما احنا شفنا بلجيكا، انجلترا، قدروا يوصلوا قبل النهائي في المونديال. فانا شايف ان النهائي ممكن يبقى فرنسا وكرواتيا او فرنسا وبلجيكا. يعني دي كابتن نبيل معلول اتكلم وقال ان هو في 2014، تمام، قال ان سبب حصول المنتخب الالماني على كاس العالم هو جوارديولا لما كان ماسك فريق بايرن ميونخ، ولما كان ماسك في 2010 في اسبانيا، اسبانيا اخذت كاس العالم، و2018 هو في الدوري الانجليزي، وبالتالي شفنا انجلترا في بطوله السيمي في دور السيمي فاينل. هل دي حضرتك فعلا هو قال؟ الناس اتريقت عليا قالوا الكلام ده مش طبيعي يعني. هل حضرتك شايف ان الكلام ده صح فعلا، ان كل ما جوارديولا بيكون موجود في دوري بنلاقي ان في طفره للاعبي المنتخب زي اسبانيا والمانيا وانجلترا؟ مش عارف، بس ولو ان انا حاسس ان هو يعني الالمان نفسهم عندهم تحفظ على فتره جوارديولا، ان هم شايفين ان هو فكرة الصرامة الألمانية جوه الملعب، ان هو جوارديولا غير التفكير ده شوية. ما انا بكلمك ان هي جوارديولا، لان طبعا احنا عارفين معظم منتخب ألمانيا مكون من لعيبة بايرن ميونخ، وهو اشرف على تدريب بايرن ميونخ 3 سنين، فهو بيلومه على جوارديولا ان هو صحيح بيطور في الشكل الفرقة وبيعمل تكتيكات جديدة، بس حتة الصرامة والالتزام بالمهام بتاعتك جوه الملعب وبتاع وكده بتبقى أقل شوية من الحتت الفنية أو تطوير الخطط الهجومية أو الأفكار دي. طيب هاخد أنا عايز أقول لحضرتك على جوارديولا، إن معظم اللعيبة اللي موجودة في السيمي فاينل كلها لعيبة جوارديولا، مانشستر سيتي موجود في بلجيكا، تمام، كيفن دي بروين على سبيل المثال، في انجلترا لعيبة كتيرة جدا. انا مع حضرتك، انا معاك معاك، بس لا متناقش مع، لا لا، هي تمام، هي تكوينة مانشستر سيتي ساعدت طبعا، وزي الفرق الكبيرة ريال مدريد وبرشلونة بيبقى بتلاقي عدد كبير منهم موجودين في المنتخبات. هي صدفة السنة دي برضو، لكن احنا المنتخب الانجليزي مثلا بيطبق السنة دي طريقة 3-5-2 في طريقة اللعب، دي اول حد طبقها في انجلترا كان انطونيو كونتي، مش طبعا. ما كانش جوارديولا. جوارديولا بيطفي طبعا، وهو دلوقتي يعتبر هو المدرب رقم واحد في العالم، لكن برضو كل مدرب زي ما انا قلت حضرتك ان هو بيبقى عليه احيانا تحفظات، لانه احيانا فكره لما بيهدم طريقه قديمه او بيلغي طريقه قديمه ممكن بيبقى فيه معترضين على الطريقه ديت، ناس مش متقبلاها، عناصر لعب ما بتنفذهاش بالظبط. لكن انا شايف ان هو جوارديولا طبعا افاد مانشستر سيتي وافاد الكره الانجليزيه في السنه اللي فاتت دي، لكن هو بالنسبه للالمان هم مش معترضين عليه خالص، ان هو يعني خلى حته الالتزام والصرامه في اللعب جوه الملعب ان هو لغاها عند فرق لعيبه بايرن ميونخ. مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام اكبر ثلاث انديه او اكثر ثلاث انديه عندهم لعيبه في الكوارتر فاينل والسيمي فاينل، تمام. هل حضرتك شايف ان الدوري الانجليزي
بدأ ان هو يرجع فكرة الاعتماد على اللاعب الانجليزي علشان يفيد المنتخب، وان كان الاجيال اللي قبل كده كانوا اقوى بكتير من الجيل الحالي. فرانك لامبرد وري فيردناند وستيفن جيرارد وروني ومايكل اوين ونجوم كتيره جدا ما قدروش يحققوا اللي الجيل الحالي حققه. تمام. هل حضرتك شايف ان فعلا البريمير ليج والنظره اللي اختلفت من الاعتماد على لاعب اجنبي والاعتماد على لاعب محلي افادت المنتخب الانجليزي؟ هو بس هي دي طبعا صدفة طبعاً. لا هي حقيقه، بس هي خلي بال حضرتك يعني نسبه اللعيبه الانجليزي اللي بيبقوا محترفين خارج انجلترا قليله جدا. هي القضيه في البطوله نفسها اللي هم بيلعبوا فيها البريمير ليج، عشان هو في السنين اللي فاتت دخلت مجموعه فرق جديده في المنافسه. احنا كنا عارفين الاربعه الكبار اللي في انجلترا. ليستر سيتي دخل طبعا بالظبط كده، يعني ماجواير لاعب ليستر سيتي، ليستر وتوتنهام وايفرتون وفي فرق كتيره بقت بتعافر وبتنافس طبعاً مع الفرق الكبيره دي، فدايره المنافسه وسعت. فلما دايره المنافسه توسع وتضم عدد كبير كده من الانديه طبعا بتبقى تقريبا ما فيش لاعب من تشيلسي بيلعب في منتخب انجلترا اساسي على ما اتذكر. ما فيش لاعب من تشيلسي يعني كل لعيبه مانشستر سيتي مانشستر يونايتد توتنهام ايفرتون ليستر. أيوة طبعا. خمس انديه دول هم القوه اللي هي كانت اختيارات ساوث جيت المره دي كانت معظمها طبعا للعيبه اللي هم، لان طبعا احنا مانشستر شفنا الموسم اللي فات مانشستر سيتي ادى ازاي في الموسم، عمل ارقام قياسيه كبيره جدا وخد البطوله قبليها بمراحل كبيره. بس انا شايف ان هو ان الدوري نفسه قوه الدوري الانجليزي هو اللي منحت لعيبه المنتخبات سواء المنتخب الانجليزي او المنتخبات الثانيه القدره على ان هي تكمل في كاس العالم كده. طيب قارنا منتخب انجلترا باللعيبه اللي موجوده داخل الدوري وبتلعب في اقوى دوري في العالم. تمام. فبالتالي المردود على المنتخب الانجليزي مردود ايجابي جدا. تمام. كرواتيا وفرنسا وبلجيكا الدوري الداخلي ضعيف جدا طبعا. فبالتالي الثلاث بلاد لعبتهم بتلعب في احسن دوريات في العالم. أكيد. سواء ايطاليا او اسبانيا او انجلترا او المانيا. تمام. فهل حضرتك شايف ان اي منتخب عايز ينافس وعايز يكون عنده لعيبه على اعلى مستوى ان هي تتبعت او يبعتهم للدوريات القويه عشان كده يكون المردود بتاعك جيد؟ طبعا. وانا هقول لحضرتك هو الجيل دلوقتي الحالي اللي في بلجيكا ده بيتسمى ان هو تاني جيل ذهبي في تاريخ بلجيكا كلها لكره القدم، رغم ان هم نفسهم مقتنعين ان الجيل الذهبي لسه ما جاش، لان هم ابتدوا من 2002 يعني عملوا اكاديميه وطنيه للكره القدم واعتبروها، والاسماء اللي موجوده دلوقتي هازارد ولوكاكو ودي بروين كلهم خارجين من الاكاديميه دي، وكان الكلام عليهم من 2002 ان دول في كاس عالم 2018 و22 هيبقوا هم الهيكل الاساسي للمنتخب بتاعه. فهم منتظرين الجيل الذهبي لسه ان هو هيطلع من الاهتمام بقاعده الناشئين ان شاء الله، وان هي اللعيبه دي ان شاء الله انا اعتقد ان بلجيكا لو فضلت على الخطه بتاعتها دي وان هي بتسمح للاعيبتها وبتساعدهم في ان هم يحترفوا بره، لا ممكن يكملوا ويبقوا من القوى العظمى يعني بعد كده في كره القدم. استاذ تامر عبد الوهاب شرفتني ونورتني وشكرا على وجودك معايا. تسلم يا كابتن عمر، ربنا يعزك. الله يخليك. شكرا. كنا مع حضراتكم مع الاستاذ تامر عبد الوهاب ناقد رياضي بالاخبار ورأيه الفني في بطولة كأس العالم ورؤيته في دور قبل النهائي في مباراتين غاية في القوة. كنا مع حضراتكم على مدار ساعتين من الساعة 10 وحتى الساعة 12. بكرة إن شاء الله نكون مع حضراتكم في نفس الميعاد في المونديال على قناة الأهلي الساعة 10. وبشكر تاني كل طاقم العمل على المجهود الجبار اللي بيبذلوه علشان نجيب لحضراتكم حاجات مش هتشوفوها ولا هتتابعوها غير على قناة الأهلي في المونديال أو بشكل عام. إن شاء الله دايما في مزيد من التطور والانفرادات زي ما قلت لحضراتكم فقط على قناة الأهلي. بكرة نشوفكم في نفس الميعاد في المونديال على قناة الأهلي الساعة 10. نشوفكم بكرة على خير وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.